مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من المواجهه. كون مع حضراتكم على مدار الساعتين انا لما جبريل. في المواجهه الاولى النهارده حقيقه نبداها بلقاء عن المعهد القومي للملكيه الفكريه بجامعه حلوان ودوره في حمايه المبدعين في مصر. فيما يتعلق بالملكيه الفكريه في مصر، اعتقد انه هناك عدم وعي وعدم درايه وعدم ثقافه باهميه المجهود للمبدعين. عندنا مشاكل بشكل أو بآخر في هذه الجزئية، مش بس في مصر ولكن أعتقد كمان في المنطقة بأكملها. ده ملف مهم جدا، حماية الملكية الفكرية الكوبي رايتس في العالم كله. حقيقة العالم كله متقدم في هذا الأمر، لأنه الإبداع والموهبة ده أو دي مسألة لا تقدر بثمن. فإيه اللي بيحصل هنا؟ إيه الخطوات اللي بتتخذ لخلق مجتمعات أكثر ثقافة ووعي بالملكية الفكرية بالكوبي رايتس بحماية المبدعين وإصداراتهم؟ ده دور المعهد. خلوني أقول لحضراتكم إن هي أول مؤسسة تعليمية وبحثية على مستوى مصر والشرق الأوسط في الملكية الفكرية. هو بيقدم برامج أكاديمية ودورات تدريبية يؤهل كوادر أو مجموعة أشخاص على دراية تامة بكيفية التعامل مع قضايا الملكية الفكرية ونشر هذه الثقافة. الحقيقة إن احنا محتاجين مجهود في هذا الملف، وهذا الأمر هو ملف هام جدا بالنسبة للمبدعين في مصر والمنطقة الملكية الفكرية. هيكون ضيفي الكريم دكتور ياسر جدالة عميد المعهد. المواجهة الثانية هنتابع فيها اللي بيقدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خدمات لأهالي قرى حياة كريمة، خاصة بعد ما تم ضخ 1,400,000,000 جنيه لدعم حياة كريمة. الحقيقة ان احنا دايما بنقول حياة كريمة غير معنية فقط بالمرافق والطرق، مع ان دول يعني هي مسألة حياة وموت، المية، الكهرباء، النور، الصرف الصحي، الطرق، حياة تؤهل أي بني آدم للعيش الكريم. ولكن الحقيقة أن مبادرة حياة كريمة معنية أيضا بقيمة الإنسان، بعمل الإنسان، بأنه أنا أدخل هذه القرية أخرج منها وهناك حياة أفضل، جودة أفضل في هذه القرية لأهلها. ده طبعا من إحدى الأدوار اللي بتقدم من خلال حياة كريمة، هي ضخ تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. هيكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ سمير عبد المجيد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القاهرة والدلتا. هنختتم المواجهات الليلة بلقائنا الأسبوعي المتجدد مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحليم أنديل، والحقيقة نستغل وجوده أسوأ استغلال بقراءة في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية والعربية. خلونا نبدأ أهم وأبرز أخبار اليوم. استلمت وزارة الصحة والسكان أوراق الشحنات الخاصة بلقاحي فيروس كورونا أسترازينيكا وجونسون أند جونسون، ده تمهيدا لاستقبال الجرعات من المفترض الأسبوع المقبل، والوزيرة كالعادة صرحت أنها تكون في انتظار الجرعات في المطار، وهيتم توزيعها على مراكز تلقي اللقاح في كل محافظات الجمهورية أول ما توصل. تم توفير لقاح أسترازينيكا ده بالتعاون مع مرفق كوفاكس، هو المعني بالتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف. وأما بالنسبة للقاح جونسون أند جونسون ده بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي. كمان من المقرر أن تستقبل وزيرة الصحة والسكان الشحنات بمطار القاهرة فورا وصولها زي ما ذكرت لحضراتكم. أيضا في إطار خطة الوزارة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فإنه من المقرر استقبال أيضا لقاح فايزر خلال الشهر الجاري، فضلا عن توزيع 1,000,000 جرعة من لقاح سينوفاك خلال الأسبوعين المقبلين بمراكز تلقي اللقاح. يعني احنا بنتكلم انه في الأسابيع المقبلة الدولة المصرية هتستقبل جرعات من أسترازينيكا، جونسون أند جونسون، من بعدها لقاح فايزر وسينوفاك. ده بالإضافة لتخصيص 126 مركز لتطعيم المسافرين إلى الخارج للقاحات كورونا، دول هيتوزعوا على كل محافظات الجمهورية ومجهزين بكافة المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة أو الكيو آر كود. حضراتكم عارفين أن دلوقتي السفر في كل العالم أصبح عملية التطعيم دي مش لازمة، ده بقى زي ورقة الباسبور أو زي ورقة الفيزا. فالدولة المصرية موفرة خدمة
أخذ الشهادة المرفقة مع سفر حضرتك لأنه بتثبت أنه تم تطعيم هذا الشخص بهذا اللقاح، طبعا عن طريق الكيو آي كود زي العالم كله بيبقى موفر كود كده للتأكد من ذلك. خلوني أقول لحضراتكم جدير بذكر أنه لقاح جونسون أند جونسون ده عبارة عن جرعة واحدة، ومن المفترض أنه الدولة المصرية حاطة خطة أنه يتم تطعيم بنهاية العام، أن احنا نوصل لتطعيم 40 مليون مواطن مصري. الحقيقة أنه في خطوات تجرى على الأرض بشكل سريع، عملية التطعيم لا غنى عنها، دول انتكست حتى مع التطعيمات. فالحقيقة أنه في المرحلة القادمة لا غنى عن التطعيمات، في شحنات كثيرة هتوصل على الأراضي المصرية غير الشحنات اللي بيتم تصنيعها هنا في مصر. زي ما قلت حضراتكم إحنا في انتظار أسترازينيكا، جونسون أند جونسون، لقاح فايزر أيضا، ده غير سينوفاك اللي بيتم تصنيعه هنا. حقيقة خبر آخر، وتحدثنا كثيرا وقضية هامة جدا المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقدمة بأخرى جديدة هتشتغل بالغاز الطبيعي. طبعا العديد من الجهات الحكومية شغالة في جهات مختلفة ومتعددة لتنفيذ هذا الملف، كان آخرها وزارة البترول اللي انتهت فعلا من إنشاء 185 محطة تموين غاز جديدة للسيارات ودخولها الخدمة خلال الشهور القليلة الماضية. طبعا محطات التموين هي أهم أو من أهم جزئيات نجاح هذا المشروع وهذه المبادرة، دلوقتي شغالين على الانتهاء من تشغيل 71 محطة تانية تمهيدا لدخولها الخدمة تباعا. النهاردة كان في اجتماع دوري لمتابعة البرنامج الجاري تنفيذه لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في إطار مبادرة الرئيس السيسي لدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات. طبعا احنا اتكلمنا كثيرا عن مسألة المحركات وأنها لا تدور بالمحركات وأنها طبعا أوفر وأرخص بنسبة كبيرة جدا عن الوقود أو البنزين العادي، هذا إلى جانب طبعا ما ستوفره للدولة، ولكن لو هنتكلم يعني من جهة مصلحة المواطن المصري في إحلال وتبديل والمبادرة المقدمة من الدولة المصرية بتخفيضات هائلة على هذا الأمر. في الواقع المبادرة دي انعكست بشكل إيجابي جدا على تحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي. الهدف هنا ان احنا نوصل بعدد المحطات اللي بتقدم الخدمة لألف محطة على مستوى الجمهورية، بنقارن دلوقتي بنحو تقريبا عندنا 208 محطة قبل انطلاق المبادرة. خلونا نستقبل عبر الهاتف الأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية. أستاذ حمدي برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا. خليني أسأل حضرتك عن الجديد فيما يتعلق بالتوسع في محطات تموين الغاز، إيه اللي بيحصل دلوقتي في هذا الإطار؟ اللي بيحصل في معدلات تنفيذ محطات الغاز الطبيعي للسيارات وقود للسيارات، اللي بيحصل لحضرتك يعني مش عايز أقول لحضرتك ده بيعتبر من ضمن الأرقام القياسية اللي بتتحقق في قطاع البترول. انت حضرتك المبادره دي مبادره رئاسيه، نعم، بيتم حاليا دلوقتي حشد كل الجهود علشان خاطر نستطيع ان احنا ننفذ البرنامج المنوط بقطاع بوزاره البترول تنفيذه. عارفين ان احنا مطلوب مننا نوصل عدد المحطات ل 1000 محطه. امتى المفروض توصل ل 1000 يا استاذ حمدي؟ احنا شغالين حضرتك باقصى سرعه معينه، بس احنا في خطه زمنيه شغالين حضرتك، احنا ان شاء الله خلال الفترات اللي جايه دي كلها هنكون ان شاء الله اضفنا المطلوب منا. لكن اللي انا عايز اطمن حضرتك عليه زي ما حضرتك تفضلتي ان بدون تنفيذ خطه انتشار سريع وانتشار موسع في معظم محطات في معظم مناطق الجمهوريه، هذه الخطه لابد ان هي عشان خاطر تقدر تنجح هذه المبادره. عشان كده المهندس طارق المولى وزير البترول على طول بيعمل اجتماعات دوريه مع مسؤولي شركه قبض الغاز والشركات اللي بتنفذ تنفيذ المحطات نفسها شركات قطاع البترول عشان نقدر ننفذ هذه الخطه العاجله اللي موجوده. احنا طبعا حاشدين كل الطاقات بتاعت قطاع البترول المتعلقة بهذا الموضوع فيما يتعلق بمراكز الخدمة، مراكز التحويل، التنفيذ المحطات، استيراد المعدات
المطلوبة من الخارج. يعني عايز أقول لحضرتك منظومة عمل في أرقام عندنا يا أستاذ حمدي لدور حضراتكم فيما يتعلق بالتوسع في مراكز الخدمة ومراكز الصيانة والقطع أيضا اللي بيتم استيرادها. احنا حضرتك طبعا احنا بنستورد معدات. في تعرف حضرتك في أجزاء من المحطة لابد أن حضرتك تيجي بيها من الخارج، فبالتالي أنت حضرتك مسؤولة عن توفير هذه المعدات، وفي تعاون أيضا مع شركات القطاع الخاص اللي هتخش جوه المنظومة زي وطنية زي شيل أوت زي شركات قطاع خاص موجودة موبل. لكن العبء كله الحقيقي يعني فيما يتعلق بتنفيذ هذا المخطط الطموح هو ملقى على عاتق شركات قطاع البترول المتخصصة في مثل هذا الموضوع. احنا بنقول لحضرتك ان البنية الاساسية للمحطات لابد ان حضرتك تكون متواجدة عشان نقدر بننفذ المحطات، يتم وضع المسدسات والضواغط الموجودة للمحطة عشان تقدر تشتغل، واحنا قطعنا شوط كبير فعلا في هذه. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا الأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية. خلايا شمسية، النهاردة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والتجارة والصناعة والطيران المدني لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بنظام الطاقة الشمسية في مطار القاهرة الجوي. الاتفاق ده بيدعم كمان توجهات الدولة الهادفة ان احنا نعمق من التصنيع المحلي للصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، من بينها طبعا صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية الذاتية. خلونا نفهم اكتر ايه اللي بيحصل في هذا البروتوكول وكمان عملية الشحن اللي تحصل في مطار القاهرة. معنا عبر الهاتف الدكتورة هند فروح الأستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ومدير مشروع نظم الخلايا الشمسية في وزارة الصناعة والتجارة. عفوا يا دكتورة، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك السادة المشاهدين. فهمينا طب البروتوكول ده عبارة عن إيه وإزاي هنستخدم الخلايا الشمسية في مطار القاهرة؟ خليني أقول إنه هذا المشروع هو مشروع مثمر ثمار نتيجة تعاون زي ما حضرتك أشارتي، وزارة التجارة الصناعة والتجارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة مع وزارة البيئة وزارة الطيران المدني وبدعم من البرنامج الإنمائي الأمم المتحدة. وده بيتم من خلال مشروع نظم الخلايا الشمسية اللي بينفذه مركز تحديث الصناعة، بحيث ان احنا قدرنا في الفترة اللي فاتت ان احنا ننفذ 122 مشروع في 15 محافظة على مستوى الجمهورية. لكن الانجاز الحقيقي ان احنا نعمل حاجة زي مطار القاهرة الدولي، لانه ان احنا نركب محطات طاقة شمسية في مطار القاهرة اللي بيرتادوا الاف بل مئات الالاف من السياح والمسافرين، فهي وجهة حضارية لها مردود ليس فقط مردود بيئي واقتصادي، ولكن لها مردود سياحي وثقافي واجتماعي، وبتوري قد إيه الدولة بتاخد خطوات واسعة لنشر محطات الطاقة الشمسية في كافة مناطق. المطار هيبقى محتاج قد إيه من الألواح الشمسية؟ المطار محتاج طبعا عدد كبير جدا من الميجا وات، لكن احنا دايما لما بنبتدي في اي مشروع بنبتدي بنموذج استرشادي. فاحنا بنبتدي بنموذج 300 كيلو بتغذي بشكل اساسي الشواحن. احنا دايما لما بنبقى مسافرين في المطارات بنبقى عايزين نشحن الموبايل او اللابتوب في صالات الترانزيت او في اللاونج اللي احنا بنقعد فيه. فهيبقى موجود الشواحن دي ومزوده بشاشات بتعرض قد ايه محطه الطاقه الشمسيه اللي موجوده في المطار انتجت طاقه من الشمس، قد ايه خفضت من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، لانه ده طبعا حاجه مهمه، وبعض كمان الارشادات البيئيه المهمه. خليني كمان اقول حاجة ان ده بدايه. لان زي ما احنا بنقول انه مطار القاهره الدولي يعتبر من اكبر المطارات، وبالتالي احنا بنبتدي بيه كفيز كمرحله اولى. والمرحله الثانيه ان شاء الله هتكون قريبا جدا
لتغطية معظم أسطح مطار القاهرة والمطارات الأخرى إن شاء الله. دكتور، احنا المفروض بحلول 2035 نوصل بمصر توصل بنسبة مشاركة للطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء لأكثر من 42%. احنا فين من هذه الخطوات دلوقتي؟ خلينا أقول إن احنا عندنا خطة الطاقة أو استراتيجية الطاقة المتجددة إن احنا بحلول 2022 لو دكتور شاكر يعني وزير الكهرباء يعني انا شخصيا بشوف ان هو من اعظم وزراء الكهرباء اوريدي على وشك ان احنا نوصل ل 20% من انتاجنا من الطاقه المتجدده سواء كانت طاقه شمسيه او طاقه رياح يعني او طاقه كهرومائيه. فاحنا بنتكلم عن تنويع مصادر الطاقه بشكل عام. هل هي اغلى للمستهلك يا دكتوره؟ احنا انا قلت لحضرتك احنا نفذنا 122 محطة على مستوى الجمهورية، كانت يعني قطاعات سكني تعليمي سياحي صناعي بعض المباني العامة اللي ليها مردود توعوي. فبالفعل يعني العديد من المنازل ركبت معانا واثبتت المحطات كفاءتها وانها فعلا بتوفر في فواتير الكهرباء. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره هند فاروح الاستاذه بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء ومدير مشروع نظم الخلايا الشمسيه في وزاره الصناعه والتجاره. الحقيقة انه يمكن بقينا بنتكلم عن ملف متعلق بالنظافة في محافظة القاهرة مش اول مرة، وفي اطار الاهتمام الحقيقة البالغ اللي بتوليه الحكومة تحديدا او بشكل عام لملف النظافة، تم اليوم عقد اجتماع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة. تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة ورؤساء الأحياء، وتم كمان اجتماع المحافظ مع شركتي النظافة الجدد والمنوط بهم إحداث تغيير جذري في نظافة شوارع العاصمة. هذا وقد تم التشديد على إحداث تغيير ملحوظ وسريع في مستوى النظافة في كل أحياء ومناطق العاصمة، خاصة بعد الدعم اللي بتقدمه الدولة لمنظومة المخلفات الجديدة في القاهرة وإنشاء عدد من المحطات الوسيطة للمخلفات ومشروعات البنية التحتية. وتم دعم المحافظة بالمعدات والآلات الجديدة، والحقيقة ان احنا كنا تابعنا جزء من هذا الامر قبل كده فيما يتعلق بالآلات الجديدة المتعلقة او الخاصة بالنظافة في محافظة القاهرة تحديدا. ولكن خلونا نعرف تفاصيل اكثر حول الشركات الجديدة والخطة الجديدة لنظافة محافظة القاهرة. معنا عبر الهاتف سيادة اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة. سيادة اللواء برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. خليني اسال حضرتك الاول عن ابرز ما تم التوصل اليه في اجتماع النهارده فيما يخص بقى بالشركات الجديده للنظافه في القاهره والخطط الجديده كمان في عمليه النظافه، لانه واضح انه في يعني همه من جديد لهذا الامر. طبعا احنا شغالين في الموضوع ده بقالنا فتره. لازم مستوى محافظه القاهره يكون قد المشروعات اللي بتفتتح كل يوم من محاور من طرق. طبعا لازم الهيئة كانت بتطور أدائها. المركزية للنظافة طبعا للهيئة لازم يكون عندنا أحدث الأجهزة وأحدث يعني المعدات اللي نقدر بيها إن احنا نرفع حوالي 18,000 طن قمامة يوميا. في المنظومة يا فندم بدءا من الاول، اول حاجه كان في يعني تم التعاقد على انشاء مصانع لتدوير القمامه. بعد كده دخلنا في البنيه الاساسيه المناولات اللي هو سواء كانت ثابته او متحركه اللي هي نقط تجمع القمامه. بعد كده ان احنا نجمع جمع منزلي 100% تقريبا. تم اسناد المنطقتين المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه لشركتين قطاع خاص. دول جداد يا سيادة اللواء؟ ايوه دول شركات مصريه وطنيه. باختصار دول هيكون الشركتين، شركه فاير ماستر دي في المنطقه الشرقيه، شركه ارتقاء في المنطقه الغربيه. مركزيه للنظافه التابعه للهيئه هتكون مسؤوله عن المنطقه الجنوبيه والمنطقه الشماليه. المهمه بتاعه الشركتين هي جمع الجمع السكني بنسبه 100%.
عشان كده نقضي على وجود مخلفات في الشوارع. لو حصل جمع سكني من قدام الشقق من قدام العماير هنقدر ان احنا نلقي يعني ظاهرة ان في اكوام من القمامة في الشوارع دي ان شاء الله هتنتهي تماما. سيد لواء، انا عايز اعرف هل فكرة اكوام القمامة اللي في الشوارع دي مشكلة مواطنين ولا مشكلة الهيئة؟ يعني دي جاية منين يا فندم؟ لانه القاهرة طبعا فيها بعض المناطق صعبة جدا. لا بكل امانة هي بين الهيئة وبين المواطنين. القاهرة كبيرة، القاهرة 4 مناطق. الهيئة في الجامع السكني احنا كنا بنرفع الاكوام يوميا ما بتبدش ثاني يوم، ولكن كان نسبة الجامع السكني بمنتهى الامانة ما بتمش 100%. فبالتالي بعض المواطنين هيتصرفوا ازاي او هيتخلصوا من المخلفات دي ازاي. فكانت الفكرة ان احنا لازم ناخد القمامة دي من قدام باب الشقق من قدام العماير بحيث ان ظاهرة الفرز او اي ظاهرة سلبية انها تنتهي ونعمل على حلها. وده كان الحل الامثل. الشركتين نازلين ان شاء الله مهمتهم الجامع السكني ونظافة الشوارع بالنسبة للمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، شركات عندها استعداد. في نفس الوقت الهيئة طورت أدائها وطورت معداتها. طب خليني أسأل حضرتك سؤال، يعني الواحد لما بيسافر برا بيلاقي في كل الشوارع أماكن لإلقاء القمامة بغض النظر طبعا عن تفصيلاتها، يعني بلاستيك أو ورقية أو يعني، ولكن بتبقى متوفرة بشكل كبير في كل الشوارع بالذات الرئيسية، مش موجود هنا في كل الشوارع. هل دي ضمن الخطة اللي جاية؟ مش مع حضرتك في الموضوع ده. صناديق منتشرة في أماكن كتيرة، منتشرة في السلام، في مدينة السلام، منتشرة في البطارية، موجودة في المرج، في أماكن ما بينفعش فيها السلام. عرض الشارع، كثافة المرورية. فحل الموضوع بمنتهى الأمانة عشان تنتهي الظاهرة دي تماما إن يتم جمع سكني مصر. إذا تم إن شاء الله بتوفر الإمكانيات اللي الدولة وفرتها لنا إحنا كده بمنتهى الأمانة ما عندناش حاجة. ما عندناش حاجة، إحنا عندنا معدات الحمد لله على أعلى مستوى. عندنا سائقين، عندنا فنيين. المعدات جديدة برضو يا سيادة اللواء؟ فيها معدات جديدة وفي معدات بتاعتنا اللي احنا رفعنا كفاءتها في الورش بتاعتنا. فدي ادتني طفرة ان انا اقدر اجمع المخلفات دي كلها. وجود الشركتين انهم يرفعوا لي القمامة من المنطقتين تنسي الشوارع، ده هيدي فرصة ان القاهرة بالكامل ان شاء الله بإذن الله تبقى بدون اكوام قمامة في الشوارع بإذن الله. الإنارة أو عمليات الإنارة فيها جديد يا ست اللواء؟ دي في مركزية تابعة للمركزية الإنارة، دي تابعة للهيئة ودي مسؤولة عن جميع العمدان المنتشرة في شوارع القاهرة. عدد الأعمدة تقريبا 22,000 عمود، إحنا مسؤولين عن صيانتهم، مسؤولين عن إنارتهم في التوقيت اللي هو بعد المغرب تقريبا، مسؤولين عن إطفائهم، مسؤولين عن إصلاح الأعطال فيهم. والفرق بتجوب في شوارع القاهرة بالكامل. في عندنا مركز تحكم موجود بيعرفنا أماكن مكان العطل، وبالتالي الفرق بتنزل بتقوم على إصلاح. شكرك يا فندم، شكرا جزيلا للواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة. الجهاز المركزي للتعمير قام بتدريب وتأهيل 800 ألف شاب منذ تولي الرئيس السيسي خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2021، ده خلال 36 مركز تدريب تابعة للجهاز موزعة على المحافظات. الحقيقة بتقوم هذه المراكز بتأهيل وتدريب الشباب ورفع كفاءة العمالة الفنية في مجال مهن التشييد والبناء. حين ما فيش شك انه التدريب على حرف التشييد والبناء ده هدفه الارتقاء بمستوى صناعة التشييد، واحنا في طفرة بتحصل في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالتشييد والبناء في الدولة المصرية على كل المستويات، إذا كان قطاع خاص أو قطاع عام، وبما فيها طبعا المشروعات القومية وتوفير العمالة الفنية كمان المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية اللي زاد بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجارية والمستقبلية زي ما قلت لحضراتكم. ده طبعا
أكيد كمان بيكافح الهجرة غير الشرعية للعمالة المصرية. خلونا نتعرف أكثر على تفاصيل عملية التدريب اللي بتتم للشباب على الماكينات والتشييد والبناء. معنا عبر الهاتف المهندس هشام فوزي البارودي، رئيس جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء تابع للجهاز المركزي للتعمير. مرحب بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا، مساء الخير بحضرتك. خليني أسأل حضرتك قبل ما استفسر عن المجالات اللي بيتم تدريب الشباب عليها في مجال التشييد والبناء، الشباب دول ازاي بتوصلوا لهم او هم بيوصلوا لحضراتكم ازاي؟ في البداية انا احب بس ادي حضرتك فكرة عن جهاز التدريب عشان نقدر نجاوب على السؤال ده. اتفضل. احنا جهاز التدريب هو احد الاجهزة التابعة للجهاز المركزي للتعمير التابع للجهاز وزارة الاسكان. الجهاز ده زي ما حضرتك قلتي بيتكون من 36 مركز تدريب في مختلف المحافظات، يعني احنا عندنا من اول اسوان جنوبا مرورا بجميع محافظات الصعيد حتى المحافظات الوجه البحري حتى الاسكندريه شمالا وشرقا من العريش حتى غربا مطروح. فاحنا واضح حضرتك الانتشار الواسع للجهاز التدريب من خلال ال 36 مركز دول في جميع المحافظات. احنا الشباب بنوصل لهم في مراكز الشباب في القرى، بنعمل دعايات، بنحاول تأهيل عن طريق على السادة أعضاء مجلس الشعب، كل الأماكن المتاحة بنقدر نوصل فيها ندرب الشباب. الإقبال شكله إيه يا باشمهندس؟ والله إحنا الإقبال الشباب في إقبال، وخاصة على المعدات الثقيلة، وده اللي دفع جهاز التعمير في الفترات والسنوات السابقة وتحت رئاسة اللواء مهندس محمود نصار وبدعم كامل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إن إحنا نطور في جهاز التدريب. يعني جهاز التدريب شهد ويمكن باين لحضرتك معدات حديثة تم دعم جهاز التدريب بيها عشان فئات الشباب دي اللي هي مستهدفة نقدر ندربها. الجهاز بيستهدف جميع فئات الشباب حضرتك، الحرفي، المهني، طلبة المدارس أنا بروح أدربها، طلبة الجامعة، المهندسين، انا بوصل لجميع فئات الشباب في جميع الاعمار. انا من سن 15 سنه ل 45 سنه هو قابل عندي للتدريب، بقدر ادربه، بروح له القرى والنجوع، عندي وحدات متنقله وورش متنقله بقدر اسحبها اوديها في القريه او النجع وادرب الشباب فيه. نروح مراكز الشباب، بنروح حتى نوصل حضرتك عاملين بروتوكول تعاون مع وزاره الداخليه داخل معسكرات التدريب. الشاب ما بيخش يتجند في وزاره الداخليه عشان يستفيد بفضل تجنيده، بنفتح له اقسام هناك في المعسكرات الداخليه وبندربه على الحرفه ينفع وحدته اللي بيجند فيها، وبيطلع بعد ما يطلع بيكون اكتسب حرفه يقدر بيها يكسب بيها عيش ويقدر يشتغل طبعا. ويقدر الى اي مدى باشمهندس من خلال خبره حضرتك السوق دلوقتي في مساحه للاعداد اللي حضراتكم دربتوها ويمكن في المراحل القادمه كمان؟ لا ده في مساحه، وفي مساحه لاكثر من كده كمان، وده اللي بيشجعنا دايما ان احنا نطور التدريب. يعني احنا التدريب احنا طورنا في برامج التدريب عشان تواكب العصر. احنا التدريب الاول كان 3 أشهر، طورناه بقى شهرين، دلوقتي بقى في تدريب شهر عشان نواكب العصر ونواكب الحركه. وفي اقبال جامد على التدريب وخاصه على المعدات الثقيله والتدريب الحرفي، وانت حضرتك شايفه الحركه العمران الكبيره اللي موجوده في البلد. وده الحاجه للعماله المدربه. احنا النهارده العماله المصريه مش اقل من اي عماله ثانيه في الدول الثانيه. احنا بندي له شهاده. وبرضه انا اقول لحضرتك حاجه يمكن ناس كتير مش عارفاها، انا بدرب الشاب لمده شهرين او شهر مجانا. انا كنت لسه اسال حضرتك الرسوم قد ايه فعلا؟ لا مجانا يا فندم، مجانا والله. ده بيدرب، احنا بندرب الشباب، تعالى انا بقول للشباب تعالى حضرتك اتدرب لمده شهر او شهرين وبتاخد شهاده معتمده من الدوله من وزاره الاسكان مجانا. المعدات الثقيله يمكن اللي هي رسوم رمزيه عشان طبعا حضرتك عارفه دي معدات زي ما حضرتك شايفه دي معدات بعشرات الملايين ومكلفه في تشغيلها. يمكن احنا برضو دخلنا في مجال التطوير الفتره اللي فاتت، السنتين اللي فاتوا اتزودنا بمحطتين خلط خرسانه، ودي حاجه بتتكلف عشرات الملايين، ودي يعني مش ما بتتكلمش بقى في معده فرديه، يمكن حضرتك شايفه سواق واحد بيسوق معده او حاجه. محطه الخلط دي بتبقى عشرات المعدات والمهندسين والفنيين اطقم كامله للتدريب. دي مجال جديد دخلناه في جهاز التدريب عشان ندرب الناس دي. احنا عندنا محطتين، يمكن انا عندي في جهاز التدريب
اكبر مركزين للتدريب في الشرق الاوسط في العاشر من رمضان و6 اكتوبر بالتعاون مع الحكومه اليابانيه والحكومه الالمانيه تنشئ الجهازين دول، المركزين دول بيدربوا باعداد كبيره لجميع محافظات الجمهوريه. طب اللي عايز يوصل لحضراتكم يوصل لكم ازاي مهندس هشام؟ يا فندم احنا عندنا، احنا موجودين زي ما قلت لحضرتك في جميع المحافظات، كل محافظه فيها مركز تدريب تابع. احنا الجهاز التابع الجهاز المركزي للتعليم وزاره الاسكان، الجهاز موجود في جسر سويسرا رئاسه الجهاز الرئيسيه، او هتلاقي حضرتك الشباب اللي عايز يوصل اي محافظه زي ما قلت لحضرتك احنا منتشرين في جميع المحافظات يسال على المركز التدريب الموجود في المحافظه هيلاقي موجود تابع لجهاز التعمير ووزاره الاسكان، موجودين احنا في كل حته وبنضرب الشباب مجانا وباسعار رمزيه على كل الحرف. وممكن حضرتك برضه انا عايز اقول حاجه معلش طبعا. شكرا ان حضرتك طبعا تطرقت لهذا الموضوع. طب انا شاب وعندي الحرفه ومتدرب وبضرب واعرف اسوق معده، وهل اقعد شهر ولا شهرين عشان اخد رخصه؟ لا، انت حضرتك ممكن تيجي في يوم بنعمل لك اختبار على المعده او على الحرفه اللي انت بتشتغل فيها وبديك برضه الرخصه وبديك الشهاده. فممكن اي حد عايز يوفق اوضاعه هو حرفي وما معهوش بتسهل الشهاده دي يا باشمهندس مساله الشغل؟ ايوه يا فندم طبعا. احنا الشهاده دي مطلوبه، احنا حاليا يمكن السيد وزير الاسكان صدق لنا احنا الشركات اللي شغاله مع وزاره الاسكان بالذات لازم بيكون العماله فيها على الاقل 30% معاهم رخصه او شهاده من جهاز التدريب يكون مؤهل، وبنرفع النسبه دي تدريجيا عشان الناس تبقى بنشجعها انها تاخد الشهاده دي. الدول العربيه حضرتك مش عايز اقول اسماء، الدول العربيه او الدول الافريقيه بتطلب من الناس شهاده معتمده من وزاره الاسكان، ويمكن الناس لما بتروح تقدم بيبعتوا لنا شهادات تتاكدوا دي من صحتها، فدي بتسهل له طبعا. الشركات احنا عندنا شركات كبيره مش عايز اقول اسماء، شركات كبيره في مصر بتبعت العمال عندها عشان تتدرب وتاخد رخصه وشهادات من عندنا، طبعا بتسهل للشباب ثقه الشركات وثقه الجهات في جهاز التدريب، بتسهل للشباب فرص العمل والاتاحه. بشكرك يا فندم على وجودك معنا لكل المعلومات دي، المهندس هشام فوزي البارودي رئيس جهاز التدريب الانتاجي على حرف التشييد والبناء تابع للجهاز المركزي للتعمير. خلونا نروح بقى لسه مستمرين في الاخبار الحلوه اللي جايه لنا من طوكيو. النهارده حصد البطل المصري محمد ابراهيم كيشو الميداليه البرونزيه الثالثه لمصر في اولمبياد طوكيو 2020 والمقامه في اليابان، وده طبعا في منافسات المصارعه لوزن 67 كيلوغرام بعد فوزه على الروسي ارتيم سوروكوف. مشوار كيشو في الأولمبياد ما كانش سهل الحقيقة خالص، بدأ من دور ثمن نهائي لما فاز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6، تأهل لمواجهة بطل أرمينيا في دور ربع النهائي، فاز كيشو عليه ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل أوكرانيا، لكنه خسر أمامه امبارح قبل أن ينتفض بطلنا المصري محمد كيشو النهاردة ويحقق البرونزية الثالثة لمصر. طبعا كلنا عارفين أنه سبق كيشو في رفع علم مصر على منصات تتويج اليابان، سيف عيسى صاحب برونزية التايكوندو وزن 80 كيلو وهداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو برضو. طبعا ده إلى جانب أنه كل الأمال معقودة وبشدة على فراعنة كرة اليد في أنهم يرجعوا لنا بميدالية بعد صعودهم للدور قبل النهائي في مسابقة كرة اليد. كل توفيق غدا إن شاء الله لفرقتنا وألف مبروك لكيشو تاني. خلونا نعرف أكتر عن البطل المصري الأولمبي كيشو في العرض المعلوماتي التالي، نتابع.
معنا عبر الهاتف الناقد الرياضي الأستاذ أيمن بدر. أستاذ أيمن برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وأستاذ المشاهدين الكرام. خليني أسألك، إزاي النهاردة تلقيت خبر فوز كيشو بالبرونزية؟ هو الحقيقة يعني كلنا كنا متابعين كيشو، لأنه طبعا كان عندنا فرصتين مبكرا إن احنا ناخد ميداليتين برونزيتين. طبعا كان محمد إبراهيم كيشو ومحمد مصطفى متولي. الاول بالطبع وزن يعني 67 كيلو، كيشو ما خيبش املنا، جاب الميداليه البرونزيه الحمد لله. يمكن محمد طبعا مصطفى هو اللي لم يوفق وخرج، وبالتالي يعني كانت طبعا الفرحه بان دي الميداليه الثامنه في المصارعه لمصر. احنا طبعا عندنا اول ميدالية ذهبية كانت لإبراهيم مصطفى أسطورة المصارعة المصرية اللي جاب الميدالية الذهبية في أمستردام سنة 28. توالت ميداليات المصارعة بعد كده من طبعا الأسطورة كرم جابر، طبعا قبليه في محمود حسن وإبراهيم عرابي وسيد عثمان وأسماء كثيرة الحقيقة وعبد العال راشد. هل إحنا عندنا تفوق ما في المصارعة اليونانية يا أستاذ أيمن؟ المصارعة الحقيقة طبعا عندنا عدد كان من المصارعين، يمكن حصل يعني انقطاع، لكن كرم جابر يعني يمكن الناس المتابعه الالعاب الاولمبيه تعرف انه في 2004 كانت المصارعه مرشحه انها تخرج من الالعاب الاولمبيه لولا العرض الرائع اللي قدمه كرم جابر. النهارده كيشو بيضيف مجد جديد للرياضه المصريه وبيحقق الميداليه البرونزيه عفوا، كان ممكن يبقى عنده فرصه اكبر ان هو يدخل يلعب على الذهبيه او الفضيه لولا انه زي ما حضرتك استعرضتي في العرض المعلوماتي وقبل كده ان هو يعني القرعه اوقعته مع عدد من اللاعبين المصنفين، يمكن قدر يهزم الكوري الجنوبي، قدر يهزم بطل ارمينيا ويتخطى البطل الروسي. ده كان طبعا مباراة التتويج بالميدالية البرونزية. كيشو هو الحقيقة المصنف الأول في سن الشباب. كيشو طبعا مواليد 98 لسه إن شاء الله الفرصة قدامه. طب أنا عايز أسأل حضرتك، إحنا لسه هننافس على ميداليات في الكاراتيه، وعندنا كمان أمل كبير في اللعبة الشعبية تانية في مصر كرة اليد إنها تعمل حاجة بكرة قدام فرنسا وننافس إن شاء الله على الذهب. قبل ما اسال حضرتك على كره اليد، الكاراتيه احنا ايه فرصنا فيه؟ لا ان شاء الله باذن الله، يعني هو يمكن من يعني كرم ربنا انه الكاراتيه دخل الالعاب الاولمبيه في طوكيو. احنا الحمد لله متفوقين، عندنا لاعبين مميزين، يمكن بكره هتلعب جيانا فاروق، هيلعب علي صباوي ان شاء الله. يعني انا يعني ما عنديش الجدول دلوقتي قدامي، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا فرص. يعني الكاراتيه مش هيبقى موجود في دوره العاب الاولمبيه 24 او 28 في امريكا، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر نتوج على الاقل بميداليتين باذن الله في الكاراتيه. ودي يعني احنا عندنا تفوق وعندنا ابطال عالم، وان شاء الله باذن الله تعالى يكون لنا فرصه ان احنا كره اليد بقى مع فرنسا يا استاذ ايمن. دي طبعا يعني اللعبة التي في حبس أنفاس غدا الشعبية الكبيرة. منتخبنا طبعا بالعرض الأخير اللي قدمه قدام ألمانيا أكد أن عنده ثبات نحو الهدف في الوصول لمنصات التتويج. منتخب مصر الحقيقة كان عنده تفوق من بداية المباراة، عنده ليدنج على المنتخب الألماني. الفارق لم يعني يهبط إلى أقل من 3 أهداف، كان دايما في فارق من بداية المباراة. نجوم الفريق الحقيقة قدروا يعاملوا الفريق الألماني حتى رغم أنه هو كان بيدافع 6-0 في بعض الأحيان، كان بيفتح من الأجناب، لكن قدرات علي زين، التفوق اللي كان فيه يحيى الدرع، طبعا كريم هنداوي، الصخرة العظيمة والسد العالي الحقيقي لمرمى منتخب مصر، قدر ان هو يصد 18 تصويبة من 44 تصويبة تم توجيهها لمنتخب مصر، وده يعني نسبة عالية في عالم حراسة المرمى، وكان من نقاط الأمان والتحول الكبير في النتيجة لصالح مصر. ان شاء الله باذن الله بكره احنا عندنا مباراه. طب توقعاتك ايه بقى غدا؟ يعني كان في خوف الحقيقه من مباراه المانيا، وكنا يعني في عمليه خوف الى حد ما حتى مننا يعني، لكن فرنسا هل ده موجود برضو ولا مرتاحين اكتر مع فرنسا؟
مع ألمانيا مع فرنسا، يد مصر لن تكون مرتعشة، يد مصر قوية، وإن شاء الله بإذن الله تحصد ميدالية أولمبية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الأستاذ أيمن بدرة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، أكون في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل، وأولى مواجهات الليلة والمعهد القومي للملكية الفكرية. أهلا بحضراتكم. المعهد القومي للملكية الفكرية في جامعة حلوان ده بيعتبر أول مؤسسة تعليمية بحثية على مستوى مصر والشرق الأوسط متخصصة في الملكية الفكرية، يعني بيدعم عملية البحث العلمي ودراسة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية المجتمع في مختلف المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية. من أهداف المعهد كمان ترسيخ وإعلاء قيم التميز والابتكار وتحقيق القدرة التنافسية في مختلف المجالات التعليمية والبحثية. الحقيقة أنه مسألة الملكية الفكرية دي مسألة هامة جدا وتكاد تكون الأهم في بعض الحالات المتعلقة بمجالات الابتكار ومجالات الفن في بعض الأحيان، مجالات الصناعة تقريبا في كل المجالات. والحقيقة أيضا أنه في بشكل أو بآخر عدم وجود دراية أو ثقافة في مصر والمنطقة بأهمية الملكية الفكرية. خلونا نتعرف أكثر على دور المعهد من ضيفي الكريم اللي منورنا في الاستوديو دكتور ياسر جد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية في جامعة حلوان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. خليني أسألك في البداية، تعرفني يعني إيه ملكية فكرية وإيه أهمية الملكية الفكرية وإزاي بيستفيد منها تحديدا المبتكرين والنوابغ في مجالاتهم؟ هو طبعا يعني بداية الملكية الفكرية هي كل ما هو يعني ينتج عن العقل البشري، يعني الإنسان لما بيفكر في مشكلة معينة وفي إطار دراساته وفي إطار خبراته العلمية والعملية بيصل إلى حل هذه المشكلة بشكل مختلف أو بشكل جديد، يبقى الفكرة اللي طالع بيها دي تعتبر ملكية فكرية. ملكية فكرية قد تكون في مجال الصناعة بيطلق عليها الملكية الفكرية الصناعية، وقد تكون في المجال الأدبي بيطلق عليها الملكية الفكرية الأدبية. وبالتالي أشهر الأدوات اللي بتستخدم لحماية الملكية الفكرية يمكن الناس كلها هي براءة الاختراع. احنا في عهد كوفيد يعني 19 والمشاكل اللي احنا عايشين فيها كلنا بننتظر يبقى في أدوية ويبقى في فاكسين. ما هو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجهود بشري بيقوم به باحثين متخصصين في مجال الأدوية وفي مجال الصحي بحيث يصلوا إلى تركيبة دوائية معينة. هذه التركيبة تعتبر هي ناتجة عن هذا العقل البشري، وبالتالي تعتبر ملكية فكرية، ويصبح الشخص الذي قام بهذه الفكرة أو توصل إليها أو أجرى هذا البحث أو الدراسة هو بمثابة المخترع الذي توصل إلى هذه الفكرة. كان أشرت في السؤال حضرتك إلى الابتكار، يمكن الابتكار هنا مختلف شوية عن الاختراع. الابتكار ان احنا نلاقي بقى مصنع او شركه تقوم بتبني هذه الفكره وهذا الدواء او التركيبه وتحولها الى منتج يباع في السوق. هل الاثنين ملكيه فكريه ولا الاختراع فقط هنا؟ الاختراع فقط هو الملكيه الفكريه، اما الابتكار هو تطبيق هذا الاختراع وادخاله حيز التنفيذ في صوره منتج يباع في السوق ويشترى. نعم. طب طبيعه الدور والخدمات اللي بيقدمها المعهد في هذا الاطار؟ المعهد القومي زي ما حضرتك قلت في المقدمة، المعهد هو مؤسسة تعليمية بحثية، فهي بتمنح درجات حاليا الماجستير والدكتوراه في مجال الملكية الفكرية. والمعهد القومي للملكية الفكرية أنشئ بقرار جمهوري في عام 2016، يعني يعتبر إضافة نوعية كبيرة جدا في مصر يمكن في الدول العربية، لأنه يعتبر هو أول معهد أو أول مؤسسة تعليمية بتمنح هذه الدرجة أو الدرجات العلمية في هذا المجال. إيه الدرجات العلمية اللي بتمنح؟ الماجستير والدكتوراه. يمكن طبعا احنا متاخرين كنا كتير جدا، لان مجال الملكيه الفكريه مجال مهم جدا في العالم كله، ويمكن ببساطه احنا نقدر نقول ان التقدم اللي موجود والملحوظ في الدول المتقدمه زي الولايات المتحده الامريكيه ودول الاتحاد الاوروبي كان بسبب الملكيه الفكريه. فبالتالي ده معناه ان اهتمام القياده السياسيه بمجال الملكيه الفكريه وتعليم هذا التخصص لعدد كبير جدا من الناس. الملكيه الفكريه بس في المعهد مش متاحه لخريج الحقوق، لا لكل التخصصات. أنا كنت عايز أسأل حضرتك على هذه النقطة، إيه هي المحاور أو الأجزاء الهامة في دراسة الملكية الفكرية؟ هل هي قانون فقط ولا ليها شق آخر داخل في هذا الأمر؟ هو يعني طبعا الشق الأساسي أو النسبة نقدر نقول النسبة الأكبر هي القانون، لكن هو ميكس من القانون
والاقتصاد والإدارة، قانون واقتصاد وإدارة، لأن حقيقة اللي يهمنا في الملكية الفكرية مش الجانب القانوني بالدرجة الأولى بقدر الجانب الاقتصادي. لأنه يعني الملكية الفكرية زي ما قلت، أنا عايز النهاردة يبقى عندي أدوية تعالج أمراض معينة، عايز أوصل لي أفكار جديدة تحل لي مشاكل المية، تحل لي مشاكل الطاقة، وبالتالي ده هيترجم إيه في النهاية إلى سلع وخدمات تباع في السوق. لو أنا تميزت في هذه المنتجات الجديدة هقدر أن أنا أنتج أغطي احتياجاتي في السوق المحلي. لو أنا كنت بستورد عشان أغطي هذا الأمر يبقى أنا قللت الاستيراد بتاعي، يبقى ده معناها أن أنا حليت مشاكل العجز في ميزان المدفوعات. لو أنا قدرت كمان أنتج لي أسواق أخرى يبقى ده هيترتب عليه أن أنا أزود صادرات، يبقى ده معناها دور المعهد أنه حضراتكم بتشوفوا محتاجين إيه في الأسواق، ولا الحفاظ على ثقافة الملكية الفكرية نفسها؟ لا بص حضرتك، المعهد القومي للملكية الفكرية هو معهد بيتبع جامعة حلوان، يعني زي كلية الحقوق. نعم. زي كلية الهندسة. نعم. الجامعة وظيفتها أن هي بتخرج كوادر في المجتمع تعمل في هذا المجال. عمر ما يكون المعهد القومي للملكية الفكرية دوره أن هو يشوف الاحتياجات الخاصة، لا أو إحنا بنغير الثقافة الخاصة المجتمعية في هذا الأمر. زي بالضبط كده لما بخرج حد في مجال الإعلام، أنا بخرجه يبقى عنده القدر أنه يشتغل في مجال الإعلام، بديله الخلفية العلمية والأكاديمية اللي تخليه كواليفايد أنه يشتغل في هذا المجال. أما المجال التطبيقي فده أمر آخر. يعني الملكية الفكرية عشان كده موجودة في كل شيء. طب إحنا أخبار مجال الملكية الفكرية في مصر إيه؟ الملكية الفكرية في مصر يعني في المجال التطبيقي أو في المجال العملي، احنا في مصر طبعا عندنا تميز في المجال الادبي، يعني اللي هو متعلق بالحقوق التاليف والاغاني والافلام والمسلسلات والكتب والروايات والشعر، عندنا تميز كبير جدا فيه. ابتدت برضو عندنا تميز في السوفت وير او في البرمجيات، ودي برضو بيتم حمايتها باستخدام حقوق المؤلف. يمكن في براءات الاختراع شويه يعني لسه الامر، لان ده الجزء اللي محتاج انفاق اكبر على البحث والتطوير. لكن احنا عندنا ميزه ان الدستور ادى ميزه في هذا الامر لما رفع نسبه الانفاق على الموجهه للبحث والتطوير والابتكار، وبالتالي ده معناه ان في المستقبل ممكن يكون عندنا ميزه نسبيه في هذا الامر. ميزه لان لو انا ما صرفتش على البحث العلمي مش هطلع افكار جديده. يعني لكن في المجال الادبي احنا عندنا تميز كبير جدا، وللاسف الشديد بنتعرض بقى للقرصنه والاعتداء على حقوق الملكيه الفكريه بشكل كبير جدا. حضرتك بتشوفي لو في فيلم امريكاني مثلا، ليه ده بيحصل هنا في منطقتنا غير بره؟ يعني بره صعب قوي يحصل عمليات التعدي على حقوق الملكيه الفكريه لاي عمل. موضوع ده هنا الكلام ده مش صحيح. التعدي على حقوق الملكيه الفكريه ظاهره عالميه. اي فندم، بس دايما المبدعين بيشتكوا من فكره انه تم تسجيل او صعوبه الوصول لحق من حقوق اذا تم التعدي على حقوق الملكيه الفكريه. بره مثلا صعب جدا ان انا اخش اونلاين، غير بقى الفيلم هيكون الكواليتي بتاعته وحشه جدا، ده بتكلم على سبيل انه فيلم، وهيبقى يعني مش مساله سهله، ولا مساله ان انا اتوصل لاغاني بدون ان انا اخش الويب سايت الاوفيشال بفلوس معينه. موضوع محكم شويه بره. لا هو الملكيه الفكريه وخاصه بدل ما بنتكلم على الانترنت، ما انا ممكن اعتدي على حقوق الملكيه الفكريه لفيلم امريكي وانا في مصر. يعني في فرق بين حدود الدوله، ما بتكلمش على ان داخل الدوله هناك الوضع مختلف. ليه؟ اولا ثقافه الملكيه الفكريه موجوده منذ نعومه اظافر الافراد، يعني الطفل الصغير عارف انه في اهميه الملكيه الفكريه، ويعني ايه ملكيه فكريه، ويعني ايه حافظ على حقوق، ويعني لما يكتب في ورقه او يرسم او اي حاجه ما يرميش الورقه دي واحتفظ بيها، ودي ممكن تتمثل لها حقوق. فعشان كده المواطن الامريكي او المواطن الاوروبي هو عنده هذه الثقافه. الثقافه دي احنا عندنا محدوده، ويمكن كان في دراسات اعدت في هذا الامر، ولقينا ان ثقافه الملكيه الفكريه في مصر تقريبا 4%، وده معناها كارثه يعني. ويمكن الأسوأ في هذا الامر ان الثقافه بين المتعلمين، يعني الثقافه بين الناس، يعني ممكن تلاقي المهندسين، المهندس اللي هو بيوصل لافكار واختراعات او في مجال الطب او في العلوم بكافه صورها، هو مش عارف ازاي يحمي الحق الملكيه الفكريه. فدي بقى محتاج الايه، التوعيه. ده دور للمعهد بقى، يعني دور معهد من ضمن ادواره ان يبقى في اويرنس، ان هو يعني يعمل زياده في التوعيه بمجال الملكيه الفكريه بندوات بمؤتمرات. احنا تقريبا بنعقد مؤتمر دوري سنويا في مجال الملكيه الفكريه في احد القضايا اللي بتهم هذا المجال. فهي دي الاشكاليه اللي موجوده عندنا. يعني لكن ايه اداره اقتصاديه لاصول الملكيه الفكريه يا فندم؟ حضرتك بتتكلم في موضوع مهم جدا. الاداره الاقتصاديه لاصول الملكيه الفكريه النهارده احنا كلنا عارفين ان
الأصول هي الأصول الثابتة. نعم. الاستوديو ده أصل يعتبر. نعم. أصل ثابت. لكن لما أقول لحضرتك إن عندي أنا بمتلك براءة اختراع في مجال معين، بمتلك حق مؤلف، الحاجة دي إن حاجة مش تنزبل، يعني حاجة مش ملموسة. طب إزاي إن أنا أعمل لها حماية أو أديرها إزاي؟ ما هو أنا بدير الاستوديو ده بالوقت وبالمعاد طب أنا برضو عندي براءة اختراع، وبراءة الاختراع دي ممكن تكون لمنتج دوائم بيعالج مرض معين في السوق. يبقى معنى ذلك ان انا هدي ترخيص لشركه او لمصنع يقوم بتحويل هذه الفكره الى منتج يباع ويشترى في الاسواق. يبقى ده معناه ان انا بديره بشكل اقتصادي، بحيث ان انا اعمل اول حاجه استعاده للنفقات اللي انا انفقتها على البحث والعلم والتطوير عشان اوصل لهذه الفكره اللي هي تمثلت في صوره هذا المنتج. فانا محتاج ان مفهوم الاداره الاقتصاديه للملكيه الفكريه يبقى واضح في مصر. احنا ما بنديرش اصول ملكيه فكريه، لان احنا يعني عندنا اشكاليه ان احنا حتى هذه اللحظه ما بنعترفش بالبراءات الاختراع وبحقوق المؤلف والحقوق المجاوره. حضرتك ليك حق ملكيه فكريه اسمه حق الاداء العلني، حضرتك ما تعرفيش عنه حاجه يعني. لا. يعني فبالتالي النهارده ده معناه ان ممكن يتم الاعتداء عليه، والمفروض ان ما يتمش بس اي حاجه، لا يعني المفروض ان في حاجه زي كونتراكت حضرتك بتمضيه مع القناه من ضمن البنود بتاعته البند الخاص بحق الاداء العلني. ممكن حضرتك تكون ما بيتكتبش، ممكن يكون بيتكتب وحضرتك بتتنازل عن هذا الحق. دي كلها امور لو حضرتك تعرفيها هيبقى الوضع مختلف. هنبتدي احنا عندنا اماكن في مصر لتسجيل هذه الامور؟ اه طبعا، احنا عندنا ده يعني من الحاجات اللي تعتبر مشكله كبيره في مصر، ان احنا عندنا اماكن كتيره جدا للملكيه الفكريه. يعني احنا بنقول دم الملكيه الفكريه في مصر متفرق يعني بين القبائل. يعني عندنا البراءات بتتسجل في مكتب البراءات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكاديمية البحث العلمي. البرمجيات بتتسجل في مكتب حماية الملكية الفكرية في القرية الذكية، إتيدا. حقوق المؤلف ليها 5 مكاتب ما شاء الله موجودين في وزارة الثقافة، مكتب الحق المؤلف ومكتب الدائم لحق المؤلف، إيه الفرق بينهم؟ يعني ما أعرفش. عند حضرتك مكتب ليه حماية الأصناف النباتية الجديدة. ده موجود في وزارة الزراعة. فده معناه احنا تقريبا عندنا 11 مكتب في مصر متخصص في هذه الأمور. فالأمور دي تقدر ان انت تسجليها، مش لازم ان حضرتك تسجليها كشخص. لو انا بشتغل في قناة يبقى القناة هي اللي بتقوم بتسجيلها. احنا للأسف بنكتفي ان احنا نروح كاتبين كده مثلا في نهاية في تتر مثلا حلقة او في مسلسل جميع الحقوق محفوظة. ودايما انا بتساءل محفوظة عند مين يعني؟ يعني فين؟ محفوظة في الثلاجة يعني ولا محفوظة فين؟ المفروض ان انا لما بحفظ اي حاجه بحفظها لدى جهات رسميه. فدي مشكله كبيره جدا، يعني دي مشكله، يعني المشكله الاساسيه هي ما عندنا هي مشكله ثقافه الملكيه الفكريه. ان حتى الناس لما بنتكلم عن الملكيه الفكريه بيبقى عندها لبس ما بين الملكيه الفكريه والتربيه الفكريه، متخيل ان ده هو ده. الملكيه الفكريه حاجه كبيره جدا، حاجه مهمه جدا وملف ضخم جدا، لان ليه تاثير على الجانب الاقتصادي لا يمكن احد ان هو يغفله. خليني اسال حضرتك، هل المعهد دور في حفظ نظام براءات الاختراع؟ بكرر حضرتك دايما المعهد هو معهد تعليم. يعني النهارده الطالب اللي بيدخل كليه الطب انا بخرجه مش مسؤول غير ان انا بخليه كواليفاي يبقى. نعم. يعني يقدر يبقى طبيب، يقدر يكشف على المرضى يعني. فانا لما بخرج حد معاه ماستر ديجري او بي اتش دي في الملكيه الفكريه، بخرج شخص عنده خبره في هذا المجال، يقدر ان هو يشتغل في هذا المجال، ويقدر ان هو مثلا يشتغل في مجال اداره الملكيه الفكريه. لو هو اقتصادي، لو هو مثلا خريج مثلا ايكونومكس مثلا من الجامعه، لو هو مثلا خريج هندسه، هيبقى الشق الخاص ببراءات الاختراع هو متميز فيه. طب خليني اسال حضرتك، ايه البرامج اللي بتهتموا بتقدمها للطلبه في المعهد؟ الكورسات بقى مش الكورسات التعليميه يعني. الكورسات التعليميه يعني طبعا احنا عندنا درجة الماجستير، احنا في الجامعة بنشتغل بنظام الكريدت اور سيستم. الساعات المعتمدة، وكمان حتى والدرجة برضو متعادلة بنظام الاي سي تي اس اللي هو في الاتحاد الاوروبي. يعني لان احنا انشئ درجة الماجستير في اطار تعاون بيننا وبين جامعات في اوروبا. جامعة اليكانت في اسبانيا، وجامعة تالين في استونيا، وجامعة ماستريخت في هولندا. طبعا في جانب خاص بحقوق المؤلف، ده كورس بيدرسوه. عندنا براءات الاختراع ونماذج المنفعة، العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، عندنا التقييم أصول الملكية الفكرية، وده من العناصر مهمة جدا. إزاي أقيم الملكية؟ يعني إزاي أقول البراءة دي تساوي كام؟ أو لما أعمل لايسنس يبقى رخصة بكام؟
ازاي حتى اقول الكوبي رايت، يعني الطلبه في الجامعه مش مدركه ان الكتاب او الريفرنس لما اقول مثلا ده ثمنه كام، هو بيترجمه انه يصوره، فيقول لك انا لو صورته هيبقى ب 20 جنيه، مش مدرك ان هو بيعتدي على عوامل الملكيه الفكريه، ومش مدرك ان سعر الكتاب مش في تكلفه طباعته، في جزء منه تكلفه الطباعه وفي جزء منه الايفورتس المجهود اللي بذله المؤلف. ده برضو ما نعرفش. عندنا كورسات في تسويه المنازعات الملكيه الفكريه، عقود استغلال الملكيه الفكريه، العقود اللي بكلم حضرتك عليها. يعني النهارده كل الشغل مثلا بتاع حضرتك هنا كشخص مقدم برامج او ما شابه ذلك، لازم عقد اسمه عقد استغلال الملكيه الفكريه، لان كل اللي موجود عند حضرتك اللي بتقدميه هو حاجه متعلقه بمجهود بشري، مجهود بشري بقدره على ان انا ادير حوار بشكل جيد، وان انا اكون بقدر اوصل للجمهور بشكل يعني هو ده راس المال اللي عند حضرتك، يعني راس مال بشري. فبالتالي العقد الخاص بحضرتك مش هو زي العقد بتاع واحد بيشتغل في مصنع بينتج حاجه معينه على المكنه. هنا الوضع مختلف، هنا العقد لازم يبقى عقد استغلال الملكيه الفكريه. انا متاكد ان الكلام ده مش موجود، يعني مش موجود، لكن في الدول المتقدمه حضرتك قصدت تتكلم عنها زي الولايات المتحده الامريكيه مثلا على سبيل المثال، لا مش الكلام ده، لا الموضوع مختلف. في عقود استغلال ملكيه فكريه واضحه، دي من الكورسات اللي احنا بنركز عليها. تسويه النزاعات في مصر، هل ده امر شائع فيما يتعلق بالملكيه الفكريه؟ موجود طبعا يا فندم حضرتك، في قضايا كتيرة. اولا احنا مصر برضو يعني عندنا حاجه اسمها المحكمه الاقتصاديه والمحاكم الاقتصاديه، نعم، ودي معنيه بالقضايا الخاصه بالملكيه الفكريه. النهارده لما بتكلم على قضايا، عندي قضايا كتير جدا في مصر بتنظر في المحاكم، خاصة في الجانب الخاص بحق المؤلف والحقوق المجاورة ليه وفي العلامات التجارية، والأمر يعني واضح. لكن طبعا هنا تسوية النزاعات ممكن ما يبقاش بس اللجوء للقضاء، ممكن يكون للوسائل الودية زي التحكيم، زي الوساطة، زي التوفيق، دي كلها برضو عناصر يعني الباحث بيدرسها. في هي الدراسة قد إيه يا فندم؟ الدراسة لمدة سنتين، بيدرس سنة ونص كورسات، 36 ساعة معتمدة، ورسالة اللي هي التيتس دي بتبقى 12 ساعة 48 ساعة، يعني 48 ساعة أسبوعيا، يعني ده كده بيبقى هو خد الماستر ديجري. خليني أسأل حضرتك عن مصير ومستقبل اللي حصلوا على درجتي، إذا كان الماجستير أو الدكتوراه من المعهد، طب إيه طبيعة الفرص اللي بتبقى متاحة قدامهم في الأسواق؟ يعني مثلا انا هقول لحضرتك النهارده لو يعني بمناسبه ان احنا بنتكلم عن الاداره الاقتصاديه للملكيه الفكريه، حضرتك عارفه ان احنا عندنا حاجه اسمها المثمن اللي هو بيثمن العقارات او بيثمن يعني بيحط لها برايس. احنا عايزين نتكلم عن واحد المقيم لاصول الملكيه الفكريه، دي وظيفه جديده هتظهر وهتبقى موجوده في مصر. ده مع اكيد الشخص اللي هو واخد الماستر في الاي بي هيبقى مختلف عن اي حد تاني. يعني ازاي، ما هي الطرق المختلفه الكميه وغير الكميه اللي بيتم الاستعانه بيها علشان خاطر ان انا اقيم اصل ملكيه فكريه. اجل حضرتك كشركه او كمؤسسه، وده موجود في دول الاتحاد الاوروبي بشكل كبير جدا، بتلاقي عادي في المانيا شباب متخرجين وده خدوا ماستر مثلا في الاي بي من ماري كوين مثلا في لندن او في ماكس بلانك في المانيا في ميونخ، وبيفتح الجانب ده وبيجي له شغل كبير، بيحقق ارقام كبيره جدا، يعني مش ارقام قليله. دي تعتبر وظيفه اعتقد انها تبقى في المستقبل مقيم اصول ملكيه فكريه، دي من الوظائف اللي موجوده. احنا في مصر بنركز فقط على فكره التسجيل، ما بنركزش على فكره طبعاً. الاداره اداره الملكيه الفكريه اهم من ان انا يعني أسجلها. والا يمكن حضرتك دايما عندنا مقوله ان الناس بتعمل رسائل ماجستير ودكتوراه على الشيلف، يعني على الرف، يعني محدش بي احنا بقى بنتكلم ازاي الرساله دي تبقى بتخدم مجال تطبيقي، وازاي المجال التطبيقي ده في النهايه تطلع برودكت منتج في الماركت. وده اللي خلى الدول المتقدمه بتتقدم، خلى اليابان وهي ما عندهاش اي، خرجت بعد الحرب العالميه الثانيه ما عندهاش اي حاجه غير الهيومن ريسورسز، قدرت تبقى الياباني وتقدرت تبقى عندها فوائد ضخمه جدا في موازين المدفوعات الخاصه بيها. اعتقد دي فرص كتيره هتبقى ظاهره في هذا الامر. احنا محتاجين خبراء في مجال الملكيه الفكريه، بس عايزين خبراء في مجال الملكيه الفكريه من كافه التخصصات. ازاي ننشر ثقافه اهميه الملكيه الفكريه في الاوساط المختلفه في مصر يا دكتور؟ لما نهتم بان احنا نعلمها للطفل الصغير في الكيندر جارد، يعني في الحضانه، تعلميه. يعني حضرتك دايما انا اقول هذا المثال، ان الامهات لو ام قاعد رسم حاجه او كتب حاجه او شخبط او حاجه زي كده هيضرب مصيره، يعني ممكن هو يعمل لوجو، ممكن يعمل ديزاين معين. فلو تعلم ان هو لما يكتب اي حاجه تخصه
يحتفظ بيها وما يقطعهاش وما يتصرفش فيها. انا كده بعلمه من البداية ان انت الحاجة دي اللي انت بتخرج من ذهنك او من دماغك او بتصرفك الشخصي ده دي ممكن ينتج عنها حق ملكية فكرية كبير جدا. غير لما علمه هو كبير. فدي نقطة مهمة جدا. الثقافة اللي حضرتك قلتي انه عشان الدول المتقدمة ما فيهاش الاعتداءات اللي موجودة لانه هو عنده ثقافة. طبعا حاجة تانية الملكية الفكرية بس مش بس قوانين. عنده ثقافة عذرا على المقاطعة دكتور, ولكن هم بيشوفوا دي جريمة. ده يعني هي الثقافة هي اللي خلته يعرف ان هي يعني الموضوع هي جريمة بالنسبة لهم. هي جريمة بس احنا ما عندناش نفس دراية انه دي مسألة كارثية. الناس بتاخدها ببساطة شوية برا الموضوع ما فيهوش اي نوع من انواع البساطة من اول ايام الدراسة لحد يعني. بس انا هقول لحضرتك برضو ليه يعني برضو يعني في نقطة لازم نفرق بين دولة متقدمة الدخل فيها مرتفع وفي دولة منخفض. يعني انا هقول لحضرتك ايه انت عارف بتدرسي يعني انت هتسافر سافرنا واشتغلنا بره الوضع مختلف لان انا ما اقدرش في قوانين لازم لو حصل اي حاجه. انما انت لو هترجعي من بره هيبقى في سوفت وير قدام حضرتك اقول لك السوفت وير ده ثمنه $3,000 ولا اجيب لك كوبي. هتقول طب هات لي كوبي بس منه ارخص يعني. ففي جزء منها شويه ديني يعني وازع ديني. انا لو انا لان حقيقي كل حاجه لو ربطناها بان الانسان يعني تبقى علاقته يعني علاقة كويسة بربنا سبحانه وتعالى وانه يتقي الله هو مش هيعمل حاجة زي كده, مش هيعتدي على حقوق الغير لانه هيعرف ان انا كده بعتدي على حقوق الغير خاصة بالسوفت وير ده او ما شابه. لكن احنا دايما بنربطها بالدخل. انا دخلي محدود طب انا اعمل ايه؟ انا الكتاب بتاع الاستاذ اللي بيدرسني في الجامعة غالي فانا عايز ان انا اجيب الريفرنس واصوره. يعني هي دي النقاط شوية. انما في الدول المتقدمة الوضع بيبقى مختلف. شكرك يا دكتور, شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. دكتور ياسر جد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان, شكرا لحضرتك يا دكتور. مشاهدينا الكرام فاصل قصير أكون في انتظار حضراتكم والمواجهة ثانية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وارتباطها بحياة كريمة. نجح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إثبات أنه قادر على المساهمة بشكل فاعل وقوي في تطوير وتنشيط الاقتصاد المصري من خلال تشجيع مختلف المشروعات وتسهيل قدرتها على تسطيل الخارج. والحقيقة مع بداية عمل أو بداية نشاط هذا الجهاز منذ سنوات كنا دايما بنتحدث عن أنه في عضميات الدول التي نمت وحجم اقتصادها كبر على أكتاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الحقيقة بشكل خاص على مستوى المشروع القومي لحياة كريمة في دور هام جدا بيلعبوا الجهاز مع مشروع القرن حياة كريمة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن ما تم إنجازه من جانب الجهاز والخطوات القادمة وأيضا ما هي صلة بين أو دور الجهاز في مبادرة حياة كريمة. ضيفي في الاستوديو دكتور سمير عبد المجيد مدير مكتب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القاهرة. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بيك وسهلا. خليني أسأل حضرتك في البداية إيه علاقة الجهاز في المرحلة دي بحياة كريمة؟ بداية حياة كريمة المسألة مش لا تتوقف فيها على مجرد إعادة تهيئة للمنازل وإعادة تطوير للمدارس ومراكز الشباب, توفير حياة كريمة للناس إنها تجد مية في بيتها وصرف صحي, مد شبكات معينة لطرق ما كانتش موجودة في القرى مهملة بقالها سنين طويلة. كل ده بدون تنمية اقتصادية وإيجاد مصدر حياة مصدر رزق لأصحاب هذه القرى يبقى فين الحياة الكريمة؟ المكتسبات اللي هتتم لاصحاب لاهلنا في القرى المختلفه في 20 محافظه في 52 مركز في 1500 قريه, هذه المكتسبات لا يمكن الحفاظ عليها الا بايجاد مصدر دخل وتنميه اقتصاديه لاهلنا في هذه القرى. محور التنميه الاقتصاديه اللي بيقوده في هذه المبادره جهاز تنمية المشروعات طبعا بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية, بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي, بالمشاركة مع الشباب والرياضة, أكثر من وزارة مشتركة معنا في محور التنمية الاقتصادية. فالمشاركة الأساسية لجهاز تنمية المشروعات هو توفير فرصة عمل حقيقية إما بالعمل, وإحنا يمكن في اتفاق تم بيننا وبين الوزارات المشاركة معنا في محور التنمية الاقتصادية
ان جميع انواع اعمال البنيه الاساسيه اللي هتتم في هذه القرى لابد ان يستخدم فيها اللي يشتغل أهل فيها القرية. اهل القريه، يبقى احنا وفرنا فرصه عمل ليهم وان كانت مؤقته بس يشتغل واصبح عنده دخل وتعود انه يكون ليه دخل، وفي نفس الوقت هو يحافظ على المكتسب اللي تعب وهو بيرصف وتعب وهو بيبني ضمن المشاركين في محور التنميه الاقتصاديه القوى العامله ودورهم كبير جدا معنا في المساله دي، ان هم بيقوموا بتاهيل المشاركين في هذه الاعمال. يعني بيدي دوره تدريبيه في الكهرباء، دوره تدريبيه في السباكه، دوره تدريبيه في اللحام، بحيث يؤهل اهل القريه ان هم يشاركوا في هي الحرف دي. يا فندم يا دكتور، من ممكن يتم استغلالها بعد كده في مشاريع صغيره ومتوسطه؟ هو ده الاساس. احنا دورنا في حياه كريمه مش مجرد احنا نخش نعرض على الناس مشروعات، احنا اول حاجه قام جهاز تنميه المشروعات باعتباره هو رئيس لجنه او رئيس محور التنميه الاقتصاديه في مبادره حياه كريمه، بعمل مسح لهذه القرى، ايه الميزه التنافسيه للقريه، ايه الموارد اللي بتقوم عليها بعض الصناعات فيها، وقسم القرى ايه الفرص الموجوده. هي دي 150 دراسه؟ لا ده حاجه تانية. حاجه تانية. هنتكلم عن 150 دراسه. هو عمل مسح ميداني للفرص المتاحه الموجوده لكل قرية من هذه القرى. في قرى فيها حرف بتقوم على حاجات تراثية وحاجات يدوية، السجاد، الكليم، كذا، وبناء على هذا الحصر وهذا المسح تم عمل خريطة استثمارية لفرص موجودة في كل قرية وكل مركز من هذه المراكز. ازاي يتم استغلالها؟ ازاي يتم دعمها؟ ومش كده بس، كمان احنا بندي حاجة تدريب صغير كده للناس اللي احنا خلاص استقرينا احنا همولهم المشروعات، ازاي يدير مشروع تدريب مبسط. هو احنا عامه في المجمل او في الطبيعي احنا بندرب او بنقدم هذا التدريب لكل من يتقدم الينا وليس له خبره سابقه، كيف تبدا مشروع، تدريب مجاني. بنبسط هذا التدريب لان هو تدريب علمي شويه وموضوع باسس عالميه، موضوع من الاي ال او، منظمه العمل الدوليه. بنبسط هذا التدريب ونوصله لأهلنا في القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة. بنعرفه ازاي يبدأ مشروع وازاي يحسب إيراداته وازاي يحسب مصروفاته وازاي ينجح فيه، بالإضافة إلى تدريبات أخرى فنية بتقدم حتى يصبح فيها صاحب عمل وصاحب مشروع صغير. في أكتر من 150 دراسة دي اللي أنا كنت بسأل حضرتك عليها لتحديد المشروعات المطلوبة في قرى حياة كريمة، حددتوا ازاي يا فندم نوعيه المشروعات بالذات دي وايه هي نوعيتها تقريبا يعني؟ طيب خلينا اقول اولا احنا ال150 دراسه مش قاصرين او الاستفاده منهم مش قاصره على حياه كريمه بس. احنا لنا 33 مكتب على مستوى الجمهوريه. اي حد بيتقدم مكتبنا، في كتير بيجوا لنا مكاتبنا اصلا ما عندوش فكره او عنده فكره ومش دارسها اصلا، ما عندوش دراستها، وانا مش عايز اكلفه، بالعكس انا عايز ارغبه، انا عايز اقول له انا عايزك تجي لي مكتبي، مش عايزك تكلف دراسه جدوى هتعملها على حسابك بره، انا عايزك تيجي باثبات شخصيه وفكره مشروعك، او لو ما عندكش فكره تعالى وانا عندي افكار مدروسه معموله دراسه جدوى، انا هديك دراسه جدوى اقراها ونتناقش بعد ما تقراها، قريتها وانت مستوعب المساله وانا بناقشتها معاك وجدت انك انت مستوعب وممكن تبدا المشروع كان بيها، قريتها وانا وجدت بالمناقشه معاك انك انت عايز مزيد من التدريب، لا بنضيف للقرايه دي ان احنا برنامج تدريب كيف تبدا مشروع، كيف تختار فكره مشروع اللي هي اختيار فكره مشروع دي لتدريب خاص بيه، ولد فكره مشروع. فال150 دراسه دول مبدئيا احنا بنتكلم على دراسات تنفع لحياه كريمه، لان في حاجات زراعيه كتير، في حاجات حيوانيه وداجنه وزي ربي وزي يحسب تكلفه الكلام ده كله، بالاضافه الى مشروعات تانية صناعيه بحرف خفيفه وبسيطه. الجهاز تنمية المشروعات بيمول من اول 1000 جنيه لحاجات بسيطه جدا تتعمل في البيوت لحد 10 مليون جنيه لاقامه مصنع ويشتري لي خطوط انتاج. فهذه الدراسات بتنوع ما بين مشروعات بسيطه وافكار بسيطه وصناعات كبيره. هل على عاتق حضراتكم تنميه فكره او اهميه فكره العمل الحر؟ إذا كان لأهالينا في حياة كريمة أو حتى للشباب، لأنه في جيل كده تربى على الريسك أو خطورة العمل الوظيفة
احنا فعلا معظمنا طلع او يمكن جيلنا والجيل اللي بعدين بحاجه بسيطه كده طلع على ان ايه احنا الحمد لله لحقنا الاعمال انفتك يميري اتمرمخ في تراب او ان الوظيفه امان والريسك مساله تبليغ. يعني احنا على فكره اما وجدنا المساله دي كده يعني متشبعه عند كتير بدانا ناخد الطريق من اوله. ما بنستناش لما يتخرج. احنا عملنا بروتوكول مع حوالي 24 جامعه ما بين خاص وبين عام وبنروح نستهدف طلبه الثانويات النهائيه. وبندي محاضرات وندوات في فكر العمل الحر. بقول له بدل ما تطلع ترمي السي في كل حته وانت عمال مش لاقي نفسك طب ما تشتغل عمل حر. مش بنعمل كده وبس، احنا بندي الندوه دي بنحاول نغير الفكر، بنجيبه يزور مكاتبنا ووريه قد ايه الخدمات المتاحه دي هتريحه جدا. انت ما تخافش من دراسه الجوده انا هعملها لك، ما تخافش من استخراج الورق انا عندي في المكاتب بتاعتي وان ستوب شوب شباك واحد في حد موجود من التراخيص من الضرايب من السجل التجاري من شؤون البيئه من التامينات هيسهل لك استخراج الورق ما تقلقش منه مش هلففك كعب داير. همولك وبعد ما مولك واثناء ما انا بمولك بديك سبل التسويق عشان ما تبقاش قلقان انا هبيع لفين، بساعدك في اختيار المكان اللي هتتعمل في مشروعك سواء كان تجاري او صناعي او خدمي. بمعنى اكثر شموليه جهاز نبيت المشروعات هو حاضنه مفتوحه للمشروعات. تزكيه فكر العمل الحر احنا بدأناه من الجامعه، مش الجامعه بس، احنا بنروح لطلبه الدبلومات الفنيه التجاريه والزراعيه والصناعيه في المدارس. حقيقه احنا معينه وثقافتنا عاليه قوي بطلبه الدبلومات يا دكتور، يعني الموضوع اختلف اعتقد في السنوات الاخيره وبقى في اقبال هائل كمان عليهم. مش كده بس كمان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الصناعه ان اصحاب المصانع مش لاقيين للعمل الفني العماله الفنيه المتعلمه كمان اعتقد العماله الفنيه المدربه فاحنا استهدافنا لطلبه المعاهد الفنيه وطلبة الدبلومات الفنية لأن هو أغلبهم بيبقى شغال في ورش أصلا. نعم. بيبقى طالب وتلميذ شغال في ورشة. بقول له يا سنة أنا أنت مجرد ما تخلص الدبلوم بتاعك وتخلص جيشك أنا مستنيك. أنا مستنيك هقدم لك تيسيرات كثيرة جدا، هستنى عليك في السداد، هديك فترات سماح طويلة جدا ممكن تصل في بعض الأحوال إلى سنة، هساعدك في تسويق منتجك، هدخلك معارض جوه مصر وبره مصر لو منتجك يصلح أنه ينافس بره، هديك تدريب على التسويق الالكتروني، هديك تدريب على التصدير، وكل ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تدريبات هي كلها مجانا. لا يكلف فيها احد مليم واحد. سواء كانت فيزيكال سواء كانت اونلاين. هل عند حضراتكم حد اقصى لعمليه القروض او خروج القروض او استقبال مواطنين يعني راغبين في الاستفاده بالعكس من احنا ولا موضوع بادجت؟ لا احنا وانا بنشتغل بتارجت وتارجتنا مفتوح. احنا صدور قانون 152 قانون مشروعات صغيره في سنه 2020 واللائحه التنفيذيه بتاعته صدرت في 2021 فتحت سقف التمويل. كان الاول زمان لما كان اسمه صندوق اجتماعي للتنميه وقبل ما يتحول الى جهاز تنميه مشروعات كان سقفنا في التمويل 2 مليون جنيه. النهارده احنا بنتكلم في سقف التمويل يصل الى 10 مليون جنيه. وهذا السقف قابل للزياده لان تعريف المشروعات الصغيره اختلف. بعد ما كان زمان المشروع الصغير سقفه ان هو راس المال المدفوع في السجل التجاري مليون جنيه، النهارده لو حجم اعماله 50 مليون جنيه هو تحت مظله جهاز تنميه المشروعات. فلا بالعكس احنا ما عندناش حدود في المساله دي. احنا الميزه عندنا مش مجرد تمويل، الميزه عندنا ان احنا بنتمنى من يتقدم لان يكون او يصبح صاحب مشروع صغير او رائد اعمال من الفكره وان لم تكن موجوده بنولدها معاه وبنبني الفكره دي معاه وبنختار له مكان مشروعه بنساعده في تسويقه. ممكن يا دكتور تستقبلوا طلبه؟ احنا شرطنا الاساسي ان يكون متفرغ للنشاط. اوكي. والطالب ليس متفرغ للنشاط، طالب مش متفرغ عنده دراسه. الطالب احنا بنستقبله في ندواتنا. نعم. بنستقبله في مكتبنا بنوريه الخدمات اللي بنقدمها على الطبيعه، بناخده يزور مشروع فعلي احنا مولناه وبنخلي صاحب المشروع يتكلم ويقول هو عمل ايه وبدا مشواره ازاي. انا عايز اقول لك احنا عندنا مشروعات اصحابها النهارده بحجم اعمالهم في السنه 8 مليون جنيه وهم بادئين ب 40 جنيه وب 1000 جنيه وبداوا في بيوتهم بحاجه بسيطه. جمل الجهاز ساند الفكره، بدا يدعم
بآلات وبمعدات وبرأس مال عامل ويفتح لهم أسواق وآفاق جديدة جدا. النهاردة أصبحوا رجال أعمال إحنا بناخد مواعيد عشان نقابلهم. دي حقيقة أنا بقول فعلا دكتور حقيقة. إيه الخطوات طيب اللي يجب القيام بها للحصول على تمويل مشروع؟ خلينا نقول الشروط المبدئية إنه يكون سن 21 سنة ما يقلش عن كده عشان يبقى عند ليه أهلية قانونية. وحد 60 سنة أنا برضو بستقبل ما عنديش مشكلة إن أستقبله. متفرغ للنشاط ما يكونش موظف ولا يكون بيدرس. أنا عايزه متفرغ عشان أساس نجاح أي مشروع التفرغ لي. وأي حد عنده أعمال وبيزنس عارف الكلام ده كويس. ما كانش متفرغ لنشاطه ما بينجحش ما بيقومش. متفرغ للنشاط طبعا يجود القراءة والكتاب. أنا لا أشترط إنه يكون معاه بكالوريوس ولا دبلوم ولا ابتدائي ولا حتى هو لو هو بيجيد القراءة والكتاب وعنده إلمام بفكرة مشروعه أنا بموله. لو ما عندوش إلمام بفكرة مشروعه أنا ببنيله الفكرة دي وبعمقاله بحاجات كتيرة جدا سواء بدراسات جدوى موجودة في مكاتبنا أو باحتكاك وبشبكه مع حد نفذ مشروع زي مشروع أو قريب من مشروعه. بنفيده جدا في أنه يختار زي مشروع. ما بنقول له يعني ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. مش واحد فتح سوبر ماركت يبقى أنت في نفس الشارع تفتح زيه. طب انت درست القوة الشرائية بتاعت المنطقة؟ طب درست حجم الطلب الموجود يكفيك انت وهو ولا ما يكفيكش انت وهو؟ بنساعد جدا في اختيار المكان المشروع بالاتساق مع فكرة المشروع. فكرة مشروع ومكان مشروع وترخيص مشروع وتمويل مشروع وتسويق المشروع كل ده بياخدوا الجهاز على عاتقه مع كل من يتقدم إليه. خليني أسأل حضرتك عن المجالات اللي عليها إقبال أو السوق حضراتكم من وجهة نظركم شايفين أنه في احتياج أكبر ليها دلوقتي بتوجهوا المتدربين عليها. هو خلي بال حضرتك تملي الإنسان بيميل للسهل والسهل التجارة. يعني تمام الناس بتستسهل بس التجارة مش بتحتاج التجارية. موهبة أو بتحتاج نوع من أنواع ال ماشي بس يعني أنا بقول لأي حد بيسمعنا دلوقتي مجال الصناعة وإن كنت أنت شايفه صعب ابدأه بسيط. مجال الصناعة إحنا بنتكلم في قائمة واردات ممكن نشتغل عليها كبيرة جدا جدا تصنع حاجة إحنا بنستوردها. أنا عندي نموذج من النماذج عنده حاجة و30 سنة والنهاردة عنده بدل المصنع مصنعين. عنده حاجة و30 سنة. ليه؟ لأنه هو اختار فكرة صح. اختار فكرة صح اشتغل عليها. هو لقى منتج موجود بره ومصر محتاجاه السوق المصري محتاجه فجاب المنتج زي ما هو من غير ما يصنعه وعرف السوق بيه. بعد ما عرف السوق بيه السوق بدأ يطلبه. جاب حاوية خلصت جاب 2 جاب 10 لا خلاص انقل بقى الصناعة هنا. نقل الصناعة ما نقل الصناعة بقى محتكر. وبقى يصدر لدول عربية ودول أوروبية وكان عنده بدأ بمصنع النهارده عنده بدأ المصنع مصنعي. اختيار الفكره مساله مهمه جدا وده دورنا على فكره مش دور اللي جاي بس. انا بقوله تعالى حتى لو ما عندكش فكره ووجد في نفسك موهبه انك ينفع تشتغل فكر عمل حر. مش كل واحد ينفع صاحب مشروع. ان في واحد ينفع صاحب مشروع واحد ينفع موظف واحد ينفع يعني مش كل واحد صحيح. ينفع يعني احنا مساله بقى اختيار او انك انت تكتشفي موهبه ان ده بقى ينفع رائد اعمال. احنا عندنا تدريبات بتعمل هذا الكلام. مقابلتنا مع الناس بنقدر نحكم ان كان ده ينفع رائد اعمال ولا لازم يكون مع رائد اعمال يشاركوا عشان يبداوا هم الاثنين طريق او مشوار مشروع مستقل ليهم. بشكرك يا دكتور شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. دكتور سمير عبد المجيد مدير مكتب جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه في القاهره. شكرا يا دكتور. العفو. استاذين الكرام فاصل قصير اكون في انتظار حضراتكم انا واستاذ عبد الحليم أنديل. حي حضراتكم من جديد في المواجهة الثالثة والأخيرة نتكلم فيها عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ده إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث في تونس وغيرها من القضايا المحلية والعالمية. خليني أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الكاتب والصحفي أستاذ عبد الحليم أنديل. أستاذ أنديل أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. خليني في البداية أستاذ أنديل أسأل حضرتك عن متابعتك النهاردة لانضمام الكراكة الجديدة حسين طنطاوي لأسطول كراكات هيئة قناة السويس. يعني انضمام الكراكة الجديدة يأتي في إطار ما نعرفه من مقدرة هيئة قناة السويس على التطوير الذاتي ومسيرة المستجدات. بمعنى أنه من المعروف أنه قبل سنوات أجريت عملية توسعة لقناة السويس أو إنشاء قناة السويس جديدة
لمسافة طويلة نسبيا حوالي 72 مترا أو 72 كيلومترا من ترقيم قناة السويس، وأضيفت أيضا حوالي 10 كيلومترات جديدة في تطور لاحق بعد حادثة إيفر جيفن، وتوسعة للمتبقي جنوبا من قناة السويس على نفقة وبالمجهود الذاتي لهيئة قناة السويس ذاتها. كان هذا استعابا لدرس المنافسة، منافسة قناة السويس مع أي مجرى مائي تجاري آخر على خرائط الدنيا. وطبعا منافسات واسعة من أول القطب الشمالي لحد مشروعات فشلت في المنطقة في منافسة قناة السويس، لحد إعادة تأكيد ورد اعتبار، تأكيد اعتبار مش رد اعتبار، هيئة قناة السويس بعد حادثة إيفر جيفن. يعني كانت رب ضارة نافعة لأنها لعبت دورا هائلا في الترويج لقناة السويس بصفتها أهم شريان تجاري عالمي. في هذا السياق طبعا، واستفادة كمان من الإنقاذ الذاتي أو إنهاء أزمة إيفر جيفن في 6 أيام بجهود ذاتية، جرى أيضا الحديث عن تطوير أسطول الإنقاذ في قناة السويس. تجيء الكراكة حسين طنطاوي وإضافة الكراكات أخرى من قبل في سياق تطوير أسطول الإنقاذ، لأنه الكائن الحي دائما لا يتوقف عن تقدم. الذي يرضى عن عمله ويقول أنا كده بلغت حافة الكمال، ثقي أنه قرر أن يموت. قناة السويس كهيئة قررت أنها تجدد نفسها وتواصل الحياة، وهي مثال نموذجي للهيئات. طبعا نعرف أن فيها هيئات كثيرة جدا في مصر بالعشرات، يعني حبذا لو استفادت هذه الهيئات المليئة بجوانب الإهمال والدعاء وحتى الفساد من مثال هيئة قناة السويس في انضباطها ومقدرتها على مسيرة التطورات. خلينا ننتقل مع حضرتك لمحور آخر متعلق بحياة كريمة. حياة كريمة طبعا من فترة ونحن نتحدث عن حياة كريمة. حياة كريمة هو مشروع ضخم جدا يتعلق بأكثر من نصف سكان مصر، ولانعطافة إلى فكرة تطوير الريف وتحت عنوان حياة كريمة، هو انعطافة قوامها النظر إلى الجانب الآخر من الصورة. نتم بالقاهرة، جرى الإدارة المصرية في عادتها على الاهتمام بالقاهرة أكثر من المحافظات، وعلى الاهتمام بالقاهرة والوجه البحري أكثر من الصعيد، والاهتمام بالمدن عموما على حساب الريف. نعم. بصورة الحقيقة خلت في مشكلة حقيقية في تريف المدن ومش في تمدين الريف، لأن الريف المصري لم يعد كما كنا نعرفه يعني سكنا للفلاحين المصريين، لا هو سكن لفئات عديدة جدا بينها طبعا الفلاحون. وطبعا بالنظر إلى ما جرى من تقليص لمساحة الأرض الزراعية بالبناء عليها وإلى آخره، الحقيقة أصبح الفلاحون في القرية المصرية قطاعا فقط من سكان الريف في قطاعات كثيرة جدا بين الموظفين وكافة الفئات موجودة في الريف. طبعا المشروع بضخامته وبتكلفته الهائلة إلى 700 مليار دولار على 3 مراحل، 700 مليار جنيه آسف على 3 مراحل، أعتقد أنه هو نفقات هائلة جدا. أحسن الرئيس السيسي حين قال أنه كل المعدات التي يحتاجها هذا المشروع تعطى الأولوية في جلبها للمصانع المصرية في محاولة لإعطاء نفس إضافي للصناعة المصرية وتطوير الصناعة المصرية. وطبعا محاور التطوير في مشروع حياة كريمة كثيرة جدا، تبلغ أحيانا 17 محورا، بتتخطى فكرة إصلاح الطرق وشبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء وشبكات الكذا. لكن أيضا على الخط المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهم جدا، لأنه أنت لابد أن تحول القرية. طبعا في بعض الرومانسيين المصريين يحلمون بأن القرية المصرية تعود إلى مكانها، لا شيء يعود إلى مكان عليه، يعني فكرة أن هي الفراخ والبيض وكذا، يعني المسألة لم تعد كذلك يعني. فالقرى أصبحت مدنا مصغرة، يعني أنا ابن قرية عدد سكانها 50,000 دلوقتي، يعني المسألة مش يعني ليست بهذا. بس طبعا مع الاكتظاظ السكاني حصل حتى ان الطرق اللي كانت اوسع بقت اضيق وكده، فانا متخيل حقيقه الجهد الهائل الذي يجري الحديث عنه في تطوير الـ القرى.
وان يبقى في صناعات غذائيه وغيرها في القرى، وان يبقى في المشروعات المتناهيه الصغر، يعني فكره النهوض بحياه اكثر من نصف السكان. طبعا الكلام بيجري عن 58 مليونا او 60 الى 60 مليونا، فالفكره. لكن الجانب المهم الذي احب ان الفت النظر اليه انه كمان مشروع حياه كريمه مش بس نظره للمدينه، نظره للريف بدل من تركيز النظر على المدينه، لا هو نظره للفقراء بدل من تركيز النظر على الاغنياء، في بلد في تفاوت هائل جدا في الثروات وفي اتساع في خرائط الفقر. طبقا الأرقام الرسمية احنا بنتكلم عن 29.3% من السكان، يعني نحو 30 مليونا من المصريين تحت خط الفقر. وهذا كم هائل جدا من البشر، أكبر من عدد سكان عدد من الدول حولنا يعني. فالفكرة الأساسية إنه الريف كمان فيه نسبة الفقر أعلى. الإحصاءات بتقول إن في 46% من عدد الفقراء في مصر موجودين في ريف الصعيد، وفي 21% موجودين في ريف الوجه البحري، يعني 67% من الفقراء، أكثر من ثلثي الفقراء طبقا للأرقام الرسمية موجودون في الريف. فالجوهري في الحقيقة هو اقتحام مشكلة الفقر، لأنه ترك الفقر يتفاقم بهذه الطريقة شيء في منتهى الخطورة، سواء أنه تعطيل لقوة إنتاجية بشرية راكدة. من هنا أنا عاوز أقول أنه فكرة مواجهة الفقر وتصفية الفقر يجب أن تكون هدفا جوهريا في الميزانية الحكومية الراهنة اللي هي 21-22. يتحدثون عن هدف إنقاص يعني نسبة الفقر بنسبة 1%. طبعا هذا هدف متواضع جدا ولا يتسق مع التطور. فهنا مشكلة اقتحام مشكلة الفقر وإدماجها في قضية تطوير الريف واقتحامها تحتاج مبادرات جريئة. أنا أعرف أن هناك عدد هائل جدا من المبادرات، ولو أريد أن أضيف مبادرة جديدة وأنها متسندل، أنه حتى مشكلة الزيادة السكانية كمان لما نقلب الصورة، طبعا فيها جوانب عديدة ثقافية ودينية وغيرها، لكن فيه جانب اقتصادي. إيه الجانب الاقتصادي؟ الإحصاءات، ومصر فيها إحصاءات سكانية قديمة جدا، بقالنا 100 سنة بنعمل إحصاءات سكانية من أيام الاحتلال الإنجليزي في العشرينيات القرن الماضي. إحصاءات السكانية توسعت وتطورت في مصر. بتكشف إيه هذه الإحصاءات بخرائطها؟ بتكشف إنه يزيد الإنجاب حيث يزيد الفقر. نعم. يعني دي قاعدة، دي معادلة. فإذا أردتم تقليل معدلات الإنجاب تصدوا في الأصل لمشكلة الفقر. ليه؟ لأنه مع التعليم ومع وجود فرص تنمية وفرص عمل والشغل وإنه يجد حياته كمان، فيه لا التطرف من جهة ولا فكرة الإنجاب الغير محدود ولا وعيه هو حتى بأنه تنظيم الناس لأنه ينظم حياته وعلى دخله وإلى آخره، فتسود القيم التقليدية وغيرها من قيم اتكالية. فهنا مشكلة الفقر مسألة مهمة، وأرجو أنه من بيدهم الأمر رئيس السيسي بالذات في أي قرارات يزمع اتخاذها تعلقت برغيف العيش أو بغيره أن يؤخذ في الحساب فكرة هل هذا القرار هيقلص مساحة الفقر أم يزيد. ده قرار جوهري، ده خط جوهري أو وجهة النظر الأساسية، لأنه القضية مش قضية اقتصادية فقط، القضية قضية اجتماعية. وطبعا من بيدهم الأمر الحكومة وغيرها يعرفون أن إدارة دولة غير إدارة شركة، وأن القضية ليست قضية إيرادات ومصروفات فقط. خليني أسأل حضرتك أستاذ أنديل، إيه علاقة البرنامج الإصلاح الاقتصادي بمبادرة حياة كريمة؟ في البعض بيشير إلى أنه ده ثمار ده، لا. هل الربط أنا لا أرى أنا لا أرى ذلك. نعم. أنا لا أرى ذلك ببساطة، أنه حسب المقصود بكلمتي الإصلاح الاقتصادي ما جرى من نهاية 2016 في نوفمبر 2016 مع تعويم أو تحرير سعر الجنيه وغيره من إجراءات يدخل في باب الإصلاحات المالية والنقدية، أو بالدقة محاولة معالجة ما يسمى أرقام مؤشرات الاقتصاد الكلي. في عجز موازنة كذا عاوزين نخفضه قد كذا، في نسبة الديون إلى الناتج القومي الإجمالي أكتر من 100% عاوزينها تبقى 80% وهكذا. دي الأرقام الكلية لا تعكس الأرقام الكلية بالطبيعة طبيعة حياة الناس، لأنه مؤشر الاقتصاد الحقيقي هو مستوى معيشة الناس مش أي رقم آخر. أي لأنه يعني ليست القضية إصلاح أرقام اقتصاد الحكومة، اقتصاد الشعب هو الأهم. وأنا طبعا
لا بأس من إشادات المنظمات الدولية وغيرها وغيرها وغيرها، بس انعكاسها، لكن أنا أذكر بأن هذه الإشادات كانت موجودة قبل كده ولم تعني شيئا يعني. فالفكرة الأساسية أن يشيد الشعب المصري، إن رأي شعب المصري طبعا زي أي شعب، ما احناش بدعا بين الأمم، عندنا أغنياء وفقراء وفي طبقات وكذا، وفي الرئيس السيسي يتكلم عن أهمية الاختلاف في وجهات النظر، نعم، في إطار المصلحة العامة. فلذلك أنا أدعو للتدقيق في أنه هو اختيارنا إيه بعد الإصلاح المالي والنقدي. كان واضح جدا التحول إلى اقتصاد إنتاجي، لأن ده الحقيقة العيب الرئيسي في الاقتصاد الذي ورثه الرئيس السيسي، أنه اقتصاد ريعي. نعم طبعا، وهذا ما يدفعني ودفعني من قبل التركيز على أنه قوة الاقتصاد بتقاس بحاجتين، بإنتاجيته وبعدالته، لأنه كمان في نظم كتيرة جدا تطورت وحققت معدلات نمو عالية جدا، لكن فكر مع غياب فكرة المساواة أو الاقتراب من المساواة. طبعا الناس لا يكونون متساوين في حالة مساواة كأسنان المشط، في تفاوتات، بس في النهاية الاختيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. هل تقصد العدالة يمكن يا أستاذ أنجل؟ العدالة دي ما بتتحققش بتوزيع بالضرورة بمعنى التكافل فقط، معنى العدالة اللي هي معنى إتاحة الفرصة. البني آدم لما بتحط في سياق معين ممكن يطلع بصورة معينة أو يطلع نعم. في صورة، وده واضح جدا من أول الرياضة لأي حاجة في الدنيا، المهم السياق الذي يوضع فيه الفرد. فمع إدراكي لأهمية المشكلة السكانية، وهي مشكلة مزمنة وقديمة جدا، والكلام الذي يقال فيها متكرر الحقيقة يعني، والحقيقة لا يمكن اتخاذ إجراءات قصرية فيها ولا إصدار أوامر للناس بأنه والله واحد كفاية أو غير. أنا لا أقلل من أهمية التوعية، لكن أهم من التوعية عندي تغيير بيئة الحياة. مشروع تطوير الريف يهدف إلى تغيير بيئة الحياة، وفي قلب تغيير بيئة الحياة أنا لا أدعي أنه يمكن إيجاد مجتمع ما فيهوش نسبة فقر خالص، لكن نسب الفقر العالية دي في منتهى الخطورة وهي عالية جدا في مصر. خلينا نتحول مع حضرتك للملف التونسي. أتفضل. مهتم أسأل حضرتك عن قراءتك للوتيرة التي تؤخذ بها القرارات في المشهد التونسي السياسي. كثير بيسأل عن خارطة الطريق، كثير بيسأل عن مسؤولين جدد، كثير بيسألوا عن رئاسة مجلس الوزراء الجديدة، والكثير بيسأل برضو عن بعد الثلاثين يوم إيه اللي هيحصل في البرلمان التونسي. عزيز. هل سيعاد الحل مرة أخرى؟ إشاريا واحد طبعا تتدركي يمكن معك أنت ومع زميلتك رهام. أنا أكدت أكثر مرة قبل سنتين في أكتوبر 2019 أن تونس هتعيد السنة. صحيح. ليه؟ في مشهد اتخلق كان واضح أن في تدفق لمظاهر غضب اجتماعي ومظاهر غضب سياسي في الشارع، واضح أنه في الإطار الرسمي النهائي للانتخابات تخلق تناقض بين حاجتين، إرادة الشعب في جهة الرئيس، في نحو 3 ملايين أعطوا أصواتهم للرئيس قيس سعيد القادم من المجهول تقريبا، لا حزب ولا جماعة سياسية خارج ولا السيستم كما يقول. من خارج السيستم بتاعهم زي ما بقوله. وفي نفس الوقت الجماعة الذين انتخبوا في البرلمان مجموع الأصوات التي حصلوا عليها هي ثلث أصوات الرئيس. نعم. وحركة النهضة التي تعتبر نفسها رقم واحد في برلمان مشتت ومعلق اللي هي ب 54 مقعدا، الرئيس قيس سعيد حصل على 10 أمثال أصوات حركة النهضة. مثل هذا التناقض حين يوضع في مجال الاختبار هو مرشح لواحد من نهايتين، إما أن قيس سعيد يبقى قيس تونس كما أردت وصفه في ذلك الوقت، يعني حلم وراح، يعني نتيجة أن السياسيين المحترفين استخفوا به وتلاعبوا به وكذا، وقد جرى شيء من ذلك طوال الفترة السنتين الأخيرتين وصولا للمشيشي وكذا وكذا. الاثنين الجانب الأهم من كده أنه ظاهرة الثورات أو الموجات الانتفاضات التي تجري في العالم العربي، أنا لا أستخدم أبدا تعبير الربيع العربي ولا ثورة الياسمين ولا ثورة اللوتس، كل هذه يعني اختصارات مخلة جدا بما يجري. يعني هي مش ثورة ياسمين، ده واحد حرق نفسه فجر ثورة، يعني واحد انتحر أبو البوعزيزي. نعم. فالجوهري في الحكاية ثورات طبعا كسب الحريات السياسية والمدنية هدف مهم جدا، تحقق شيء كثير من ذلك في تونس، وتحقق معه أشياء أكثر خطورة اللي هو توحش التمويل الأجنبي وتوحش الـ فكرة تفكيك حصانة الدولة التونسية.
ونمو ظاهرة الإرهاب مع ذلك، مع أنه في حادثة قشرية حصلت في تونس، تونس أكبر دولة مصدرة للإرهاب، وكان هذا شيئا عجيبا جدا، أو يبدو شيئا عجيبا لأول وهل، لكن في العمق التخلف الاقتصادي الذي بالعودة إلى تعليم، يعني المستوى التعليمي في مش تونس، مش مستوى التعليم، لا لا لا، أصلي التعليم شيء مهم جدا، نسق التنمية، أنت بتعمل إيه؟ أنت عاوز تعمل تحديث للمجتمع ولا تحديث للنخب؟ تحديث للمجتمع هو الذي يخلق دواما لتحديث النخب، نعم. مش العكس، نعم. إنما تحديث النخب هو يبقى قشري، تحديث المجتمع يعني دخوله عصر التصنيع الشامل، ولا احنا ولا هم، احنا دخلنا قبل كده وخرجنا وهم ما دخلوش خالص. فدي الفكرة. من هنا الجانب الثاني، اللي فكرة ان اللي بيحدث في مصر بيعود فيؤثر بنظرية الأوان المستطرقة على كل الدول، لكن ليس بالضرورة ان يحدث بالطريقة التي حدث بها في مصر فكرة اجلاء الاكوان من التاريخ المرئي. والدليل على ذلك انه اخر خبر جاي من تونس انه رشيد راشد الغنوش اللي راح قدام البرلمان عشان يعمل رابعة قدام البرلمان، اللي هدد بانه احنا بننزلق الى عنف في تهديد مبطن باستخدام جهازه السري او الجماعات الحليفه زي داعش والقاعده وغيرها، اللي قبل كده اتكلم عن الاستقواء بالخارج سواء الامريكان او الاوروبيين، والتهديد بدفع مئات الالاف من المهاجرين التونسيين عبر البحر المتوسط الى ايطاليا وفرنسا وغيره، عاد اليوم ليتحدث بعد ان بانت الكفه الشعبيه مايله فين، بعد 87% في اخر استطلاع ايدوا قرارات قيس سعيد في مقابل 3% اعترضوا عليها، ليتحدث بصورة غريبة جدا، قال لك ان احنا مطلوب النهضة هتعتذر للشعب التونسي. اتنين، انه فرصة قرارات الرئيس قيس سعيد فرصة للإصلاح. يعني هذا كلام طبعا كله خارج التاريخ، لانه ما سيحدث في تونس، وانا قلت مش بالضرورة ان الرئيس قيس سعيد يقرر حل حركة النهضة او حزب الاخوان التاريخي في تونس، ليه؟ انما في السياق التونسي ممكن يحصل عزل الحركة النهضة، مش بالضرورة حله. اتنين، تركيز الرئيس قيس سعيد على تصفيه ظواهر الفساد هيمس النهضة، لانه الذي يرقب المشهد العربي في تجلياته المختلفة والمتماثلة بصورة عامة يلحظ تحالف جماعة الارهاب مع جماعة الفساد، ده تحالف موضوعي جدا موجود في كل الدول وموجود عندنا. فيعني هي دي النقطة الجوهرية. فمن هنا حركة النهضة اللي بدأت في منحنى هبوط من 1.5 مليون صوت سنة 2011 إلى أقل من 0.5 مليون صوت الآن، ستزداد تدهورا في مقابل هل هيتبلور حالة قيس سعيد في صورة شبه ثابتة؟ الرئيس قيس سعيد عنده تأييد سائل جدا، بس هل هيعرفوا يحافظوا على مكانتهم السياسية في المشهد التونسي؟ ده السؤال، لأن الرئيس قيس سعيد لا هو منتمي طبعا، عكس الترويجات البدائية هنا وقت ما انتخب انه اخوان ومش اخوان وبتاع، حاجات بدائية جدا اللي كانت بتتقال، انما هو تيار جديد، تيار جديد نقدر نلحظه اولا من ارائه الشخصية التي يعبر عنها، ميله مش هو منتمي لايه، لما جاء هنا وراح ضريح جمال عبد الناصر ايه طبيعة الكلمة اللي كتبها. اتنين، حركات السياسية، الحزام السياسي اوله حركة الشعب الناصرية اللي هي تعد ناطقا سياسيا الآن باسم الرئيس قيس سعيد. ثلاثة، هو عنده حزام نقابي هائل جدا والمجتمع المدني قوي في تونس خاصة اتحاد الشغل. أربعة، هو بدأ يبلور حاجتين، فكرة الحملة ضد الفساد وفكرة إنشاء حكومة جديدة. طبعا البعض يستعجل، في ترشيحات كتيرة جدا أبرزها مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي الأسبق، وهو شخصية اقتصادية. فأنا أتصور أنه في الأيام القادمة بعد ما اتحاد الشغل قال إحنا عاوزين وزارة مصغرة من 20 وزيرا وكذا، لأن الوزارات اللي قبل كده بتعمل 42، وجد فرصة لحركة النهضة اللي تدعي إنها مش في الحكم، وهي في الحكم، هي مشغولة بالتمكين، عينت 150 ألف موظف في العشر سنوات الماضية حتى في جهاز القضاء، ففكرة التمكين. هو طبعا قاعد ينكر طول الوقت راشد الغنوش إن إخوان وكذا 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 وكذا، بس ده معروف في سياق نظرية الإخوان في السياسة اللي هو اكذب اكذب إلى ما لا نهاية وتحويل الكذب من عادة إلى عبادة. فكل ده بقى مكشوف للشعب التونسي.
فالشعب التونسي يحتاج الآن مش إن إحنا نقول أو قيس سعيد يقول هذا هو المصير الذي آل إليه حكم حركة النهضة لا ولا ثورة حركة النهضة، هو محتاج يقدم البديل اللي هو غير منتمي للعائلة البرقيبية وبن علي بيسمى العائلة الديمقراطية في تونس ولا العائلة الدينية اللي فيها حركة النهضة وإئتلاف الكرامة وغيره. يحتاج أن يبلور تيارا قوميا اجتماعيا جديدا بتوحيد تنسيقيات الشباب والحركات السياسية من نوع التيار الديمقراطي وغيره، لأنه بعد الحكومة وبعد الحملة ضد الفساد وغيره هيبقى السؤال بعد كده رايحين فين. أنا أظن أن الاتجاه الغالب هو لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بعد تعديلات على الدستور تحوله إلى نظام رئاسي. ده محور جديد تماما أستاذ أنديل وله جزء جديد. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للكاتب الصحفي أستاذ عبد الحليم أنديل، شكرا لحضرتك. الله يخليك ربنا. مشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.